خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسانتو. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ما في شك أنه كل اللي بيشغل بال الأباء والأمهات هي تربية الولاد، إزاي نربي ولادنا. دايما بنفكر كمان إزاي ننمي مهاراتهم وقدراتهم، إزاي نعلمهم الاعتماد على النفس. أهم حاجة في الموضوع ده هي لغة التواصل، إزاي نستخدم لغة تواصل مناسبة عشان نقرب منهم. كل دي أسئلة بنحاول نحن نفتش عن إجابات ليها عشان نوصل لمعادلة التربية المظبوطة والتربية السليمة اللي نقدر نساعد بيها أولادنا. بس يمكن يا شاذلي من أكتر المشاكل اللي بتواجه الأمهات والأباء في تربية الأولاد هي تدخلهم وإصرارهم على اختيار الأصدقاء والصحاب، أو مش بس ان هم يتدخلوا في العلاقات دي، لا كمان ساعات بيبقى قطع العلاقات دي بين ابنها واحد صاحبه مثلا او زميله او شايفه ان هو مش كويس عليه او مش كويس عشانه. هتلاقي في كل اسره تدخل او اصرار من الاهل سواء الاب او الام على قطع علاقه معينه بصديق او زميل سواء في المدرسه، وساعات في احيان كتير بتوصل كمان حتى للكليه. يعني ساعات الاب يشوف مثلا ولد صاحبه مع شله كده معينه، لا 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 ما تكلمش الولد ده او ما تكلميش البنت دي. صحيح، من كتر ما بنشوف، يعني خلينا برضو ايه واقعيين، من كتر ما بنشوف من بعض الناس مش علاقاتهم هتكون بتضر بابني او ببنتي، طبيعي ان انا اتكلم مع ابني واتكلم معاه واقول له ليه ده. يعني لما اسمع مثلا ان في ابني مصاحب حد او بنتي مصاحبه حد بيعمل حاجات غلط وهي بتتكلم معايا، طبيعي ان يكون ليها تدخل، بس شكل التدخل هيكون عامل ازاي ده المهم. صح. السؤال هنا بيقول هل التدخل هيجيب نتيجه حتى لو نظره الاب والام مظبوطه او سليمه، ان هي بالفعل شايفين ابنهم او بنتهم صاحبين شخصيه غير جديره بالصداقه او الزماله وهتضر بولادهم. في آراء كتير قوي في هذا الموضوع. مثلا لما الأب والأم مثلا بيتدخلوا في هذا الموضوع لازم يكون تدخلهم بحكمة، بمعنى لازم يكون تدخل مدروس وتدخل ممنهج، بحيث ان احنا بسنت واحنا بنتكلم معاهم يكون بأسلوب بسيط يفهموه وفي نفس الوقت ما نديش أوامر. طيب أنا عايزة أقولك على حاجة، الموضوع ده بجد من أكتر المواضيع اللي أنا شخصياً بشوفها شائكة في تربية الأولاد. ليه بقى؟ يعني أنا من الناس مثلاً كنت بتأثر جداً إنه لو واحدة صاحبتي متضايقة مني، أو مش بتأثر بسلوك صحابي، أنا ما كنتش الشخصية دي خالص، بس كنت دايماً شايفة إن كل الناس صحابي. من وإحنا صغيرين مهم قوي، فكبرتي ما بقاش عندك صحاب خالص. تعلمتي بقى. تعلمت الدرس. ده حقيقي. لا، مهم جدا ان الاب والام دايما يكون، خصوصا الاب مع الابن او الام مع بنتها، توعيتهم الطفوله ازاي يختاروا الصحاب وادربهم على ده. زي ما انت قلت ادي النصيحه بس من غير ما اتدخل قوي. انا بشوف انه الجيل ده بالذات ما ينفعش ان انت تقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، بس ممكن ترسم له الطريق وتقول لهم مثلا الولد ده مش شبهنا او البنت دي مش شبهنا، او حاول ما تتاثرش بيه. ويا ريت بقى لو انت قويت له شخصيته كفايه عشان هو يبقى عارف ان انا مش هتاثر بالناس، لانه في الحياه عامه هنشوف ناس كتير قوي مش شبهنا. في الحقيقه الناس كلها مش شبه بعض، كل بيت مختلف عن البيت التاني، ف
لو انت مربي بنت او ابن من وهم صغيرين شخصيتهم قويه كفايه هيكبروا عارفين انه لو الشخص ده مش شبهي مش لازم اتاثر بيه واعمل زيه. انا بشوف ده. لكن كمان مهم قوي نقطه شاذي، مش عارفه تتفق معايا ولا لا، مهم ان احنا نعلم الاولاد من وهم صغيرين يفرقوا ما بين الزماله والصداقه، عشان لما يكبروا في الشغل يعرفوا يفرقوا، عشان يكبروا في الحياه ما يبقاش كل الناس صحابنا فيتاثروا مش باخلاقهم او بتصرفاتهم، على قد ما يتاثروا ان هم مش معتبرينهم صحابهم كمان، او يتاثروا انه ايه ده، ليه البنت دي ضايقتني او الولد ده ضايقني، لانه ما كانش صديقك اصلا يعني، ده مجرد زميل وانت اللي اختلط عليك الامر ما بين الصداقه والزماله. بالفعل زي ما بسنت بتقول اتفق معاكي طبعا في كلامك. نشوف نفسنا دلوقتي، نشوف مين اللي عاش معانا من واحنا صغيرين ومكمل معانا لحد دلوقتي، هو ده الصديق الحقيقي. الباقيين كانوا ناس محترمه كل حاجه، بس كانوا مجرد زملاء، ما كانش فيه توافق تام ما بيننا وما بين بعض. الصديق فيه مجموعه من الاسس بقى لازم كده، دي وجهه نظري يعني انا مش هتدخل في حياه ابني او بنتي واقول له صاحب فلان، لا ما تصاحبش ده لا، لكن هحط له الاسس. دي وجهه نظري، واكيد المختصين طبعا ليهم الكلمه الصحيحه في هذا الامر. هقول له ان الصديق لازم يكون صادق، لازم يكون داعم، لان الصداقه دي من اسمى الحاجات اللي ممكن تحصل، لان انت مش بتختار اخواتك لكنك بتختار صحابك. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي لازم اي اب او ام يكلم ولاده فيها، في مجموعه كده من المعايير انت تقولها له، بس انه لازم يكون واضح معاك، انه لازم يكون داعم ليك، انه يكون قلبه عليك في اي موقف من المواقف تلاقيه موجود وحاضر معاك. لكن مهم قوي ان انا اتاكد ان هو فعلا داعم وفعلا صادق، ما يكونش حسود او ما يكونش بيكره في السر واحنا فاكرينه حد قريب مننا، لان انت لما بتدخل ناس في الدايره بتاعتك انت بتتاثر بيهم بشكل او باخر، بالطاقه بتاعتهم، باللي هم بيعملوه، فلو انت اللي معاك ده مش صادق زي ما انت قلت، انت هياثر عليك وعلى ثقتك في نفسك وعلى حاجات كتيره قوي، ويمكن كلنا عشنا الحاجات دي. فمهم قوي ان الاب والام يبقوا بيرسموا الطريق لاولادهم انه ازاي تختاروا الصديق الصح، وتفرقوا ما بين الصديق الزميل، مش لازم يكون حد وحش، بس ممكن يكون معرفه سطحيه وصديق قريب. بكل تاكيد يا بسنت، ربنا يحفظكم دايما الاصدقاء الجدعان. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نصبح على ليندا وطمنا على حاله الطقس، كمان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير شاذلي. صباح الخير بسان. ايه الاخبار، الجو عامل ايه النهارده؟ الحقيقه في استقرار في درجات الحراره يا شاذلي، بقالنا كام يوم بنشهدها، والنهارده القاهره بتسجل زي امبارح 34، ولكن ابتداء من بكره هيكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحراره. لازم ولكن دي دي اهم معلومه. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.90 والشراء سجل 18.83. اليورو البيع سجل 19.26 والشراء سجل 19.18. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.65 أما الشراء فسجل 22.55. الفرنك السويسري البيع سجل 19.44 والشراء سجل 19.36. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82 أما الشراء فسجل 2.80. الريال السعودي البيع سجل 5.03 والشراء سجل 5 جنيه وقرش. الدينار الكويتي البيع سجل 61.57 والشراء سجل 61.16. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.14 والشراء سجل 5.12. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 845 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 986 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1127 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 7888 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى،
القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وكمان في نشاط للرياح على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح كان في مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، وأبرزها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجراف عن منظومة تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة. ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن الحكومة المصرية بتعمل بجد من أجل تسريع وتنفيذ رؤية مصر 2030. وأخبار تانية هنتعرف عليها في التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير تضمن إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاعدة انطلاق للتنمية الحقيقية من خلال منظومة متكاملة شملت مزايا وحوافز وخدمات مالية وغير مالية. وده بيجي في إطار اهتمام الدولة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها واحدة من الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بعد ما عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات وفرت الدعم المالي وقدمت الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية للمشروعات. كمان ساهمت في تحقيق العديد من المميزات، أولها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري. امبارح كمان شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء وزاري رفيع المستوى بعنوان تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، معالجة الأزمات المستمرة والتغلب على التحديات. وده كان خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19. الدكتورة هالة السعيد أشارت إلى أن الحكومة المصرية شغالة بكل جهد علشان تنفذ رؤية مصر 2030، وضحت أنه تم اتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية وتحديثها لضمان مشاركة كل أصحاب المصلحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات. الجامعات الأهلية المصرية الأربعة، الملك سلمان الدولية والعالمين الدولية والمنصورة الجديدة والجلالة، بتواصل فتح باب التقدم للالتحاق للعام الدراسي 2022-2023، وده للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي أو العام السابق بنفس قواعد القبول والالتحاق اللي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وهيستمر فتح باب التقدم لحد آخر شهر سبتمبر. امبارح سيرت مصر للطيران 12 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام لأرض الوطن، بواقع 9 رحلات جوية من جدة للقاهرة و3 رحلات جوية من المدينة المنورة للقاهرة، وده ساهم في عودة 2430 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن وقرعة القاهرة والشرقية ومجلس النواب. وزارة الداخلية قررت استمرار فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لحد آخر شهر يوليو، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق كمان مع كبرى السلاسل التجارية في كل أنحاء الجمهورية. بعد الإقبال الكبير والمشاركة الفعالة من المواطنين، تم مد فترة المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من السلع والتخفيضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية. مبادرة ممتازة جدا، واحنا نشكر الرئيس انه هو عمل لنا المبادرة ديت. كل السلع الأساسية متوفرة وكثرة وموجودة، يعني بعكس أماكن تانية كتير وبلاد تانية كتير يعني عندهم نقص في الحاجات دي. احنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتوفر لنا الحاجات دي وبأسعار كويسة، فربنا يخلينا سيادة الرئيس. يعني نشكر سيادة الرئيس طبعا على المبادرة، ونتمنى تطول أكتر من كده بكتير، نحن محتاجين سلع كتير منها في فرق البساطة. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك،
واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وفرة كبيرة في المعروض على شتى أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة في كل فروعها بإجمالي 1002 منفذاً لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية التي أثرت على كافة المنتجات. احنا مجرد انطلاق مبادره كلنا واحد واشتركنا فيها، عهدنا الله وعهدنا الشعب المصري ان احنا نرفع لايب على المواطن البسيط، واحنا مبادره كلنا واحد مرحله 22 مدينا المبادره لحد نهايه شهر 7 وبتخفيضات تصل ل 60%. احنا مكملين بكل السلع المطلوبه للسوق المصريه كلها، موفرينها باسعار مناسبه. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادره ديت، لان احنا كل حاجه بنيجي هنا نلاقيها متوفره بالنسبه للسلع والاسعار بتاعتها كويسه جدا. بنشكره ان هو حاسس برضو بينا بالمواطن بالنسبه للاسعار والحاجه متوفره، مفيش حاجه ناقصه. مصر الكبيره في كل وقت وكل عصر والكل عارف ان مصر. وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه، تشارك في المبادره منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه من خلال منافذها التي تصل ل 1026 منفذا ثابتا ومتحرك متواجدة في الميادين والشوارع الرئيسية المنتشرة في كافة المدن والمحافظات بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك. انا كنت داخله بصراحه منفذ امان عشان اجيب شويه حاجات من هنا للبيت، فلقيت مبادره كلنا واحد بيوزعوا كراتين حلوه ب 50 جنيه وسعرها حلو قوي. هنا كل المنتجات وكلها اسعارها كويسه، فيها كل كماليات البيت، اسعار ممتازه كويسه 100 100، فرج عن السوق بره. وقد حرصت الوزاره على الاعلان عبر موقعها الالكتروني على شبكه المعلومات الدوليه على أماكن تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إليها بكل سهولة ويسر. لسه وزارة الداخلية بتواصل تكثيف التواجد الأمني في مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود في كل محافظات الجمهورية، وده لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمنع احتكار السلع البترولية وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لتعريفة الركوب الخاصة بالسيارات الأجرة، سواء على الخطوط الداخلية أو الخطوط بين المحافظات. فقد كثفت الوزارة من حملاتها الأمنية على مواقف السيارات بالمحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وأيضا على كافة محطات الوقود لعدم احتكار المواد البترولية أو التلاعب بأسعارها. كما قامت الإدارة العامة للمرور بمتابعة خطوط السير لضبط المتلاعبين بأسعار التعريفة الجديدة والتنبيه على كل السائقين بضرورة الالتزام وعدم رفع سعر الأجرة على المواطنين. كما طالبت الإدارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تلاعب بالأسعار تصدر من أي سائق. هذا وتؤكد وزارة الداخلية على حرصها الدائم على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخالفات أو تلاعب بأسعار التعريفة بخطوط السير. أما بخصوص جولة المحافظات ففي مجموعة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي كان أبرزها بدء توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في القاهرة،
وتشغيل 812 شاب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري الشهر اللي فات بأسيوط، و300 متحدث ومحاضر في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب الاثنين اللي جاي، وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها لقاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعدد من أئمة المساجد وقيادات الدعوة في أوقاف القاهرة. وشهد وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة انطلاق توزيع 4 طن من سكوك أضاحي الأوقاف البلدية كأول دفعة بيتم توزيعها في محافظة القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية. في أسيوط تم استعراض مجهودات مديرية القوى العاملة خلال شهر يونيو في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، وتم الإعلان عن قيام المديرية بتعيين 812 شاب في منشآت القطاع الخاص والاستثماري خلال الشهر اللي فات، وده من خلال كعب العمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من بين رغيب العمل المسجلين بالمكاتب وعددهم 2656 شاب. في الوادي الجديد مديرية القوى العاملة عينت 24 شاب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة كعب العمل بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ده غير أنه تم تسجيل 103 من رغيب العمل وتوفير 120 فرصة عمل. بتستعد مكتبة الإسكندرية لإطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يوم الاثنين اللي جاي، واللي هيستمر لحد 28 يوليو، وهيقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب. المعرض كمان هيقام السنة دي تحت شعار الوعي وبناء الإنسان، وهيشارك فيه أكثر من 300 متحدث ومحاضر. الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة في الفيوم قال إن المديرية خلصت الرشة الأولى الوقائية للقطن، وتم البدء في الرشة الثانية بالمحافظة ضمن خطة بتتبناها الحكومة لدعم وتشجيع مزارعي القطن في مناطق زراعته عن طريق توفير البذور المعاملة وتوزيعها للمزارعين، وكمان القيام بحملات مكافحة للآفات. في مطروح قال رضا جبلة رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح إنه تم غلق كورنيش الأبيض وشاطئ المروة لعدم استقرار حالة البحر، وهيتم منع السباحة لأي شاطئ مفهوش أي خدمات. الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أكد إن الفرق الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا قامت خلال أجازة عيد الأضحى المبارك بتطعيم 3409 مواطن بالمحافظة جرعة أولى، بالإضافة لتطعيم 6248 مواطن بالجرعة الثانية، وتطعيم 14255 مواطن بالجرعة الثالثة التنشيطية. اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بزيارة ميدانية لقرية السماحة التابعة لقرى مشروع وادي الصعيدة في أدفو لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل، خصوصاً إنها القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية اللي تم تخصيصها بالكامل لـ 313 سيدة بتعول أسرهم. اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية كلف بضرورة المتابعة لأعمال التشطيبات النهائية في حديقة شارع مصر في شبين الكوم تمهيداً لافتتاحها للجمهور. الحديقة دي مقامة على مساحة 2000 متر، وتم الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة بالأرضية وتجليد سور الحديقة بالحجر الهاشمي والرخام وتركيب البرجولات والمساحات الخضراء فيها. دلوقتي خلونا نروح نتعرف على أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، ولأبرزها 3 مباريات قوية في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز، وأخبار تانية هنتابعها بالتفصيل في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيقدم مركز تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية حفل لفصول الباليه الساعة 8 بالليل على المسرح الكبير. هيتضمن البرنامج مشاهد من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الكلاسيكية زي بحيرة البجع والأمير علي. كمان النهاردة هيستكمل طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحانات بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى، وهيمتحن الطلاب امتحان التاريخ الورقة الأولى في كل لجان المكفوفين اللي موجودة على مستوى الجمهورية. لعشاء الدوري المصري هيكون معادهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 25 من عمر المسابقة. الزمالك هيواجه غزل المحلة الساعة 6:30، وفي نفس التوقيت فيوتشر هيواجه الإسماعيلي، والساعة 9 بالليل الأهلي هيواجه بيراميدز. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.
اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أما بالليل فالجو هيكون معتدل رطب على كل الأنحاء، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. لتفاصيل أكتر بينضم إلينا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور. بداية عايزين حضرتك تطمنينا على طقس اليوم. احنا اليوم طبعا بنشهد استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. اغلب الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا هي كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فطبعا فيها ارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي بيزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحراره. اليوم متوقع العظمى على القاهره الكبرى تكون 34 درجه مئويه، مع ارتفاع نسب الرطوبه في الجو بتوصل الاحساس بيها او درجه الحراره المحسوسه ل 36 و37 درجة مئوية. الأجواء خلال فترات النهار فيها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، فبالتالي بنحس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. الأجواء بتكون أجواء حارة رطبة على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. شديدة الحرارة خلال فترات النهار على المناطق اللي موجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده زي ما بنقول خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، وخاصة كمان مع وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، بيختلف طبعا من منطقة لمنطقة، لكن هو بيكون في أغلب مناطق الجمهورية اليوم، ده بيساعد أكتر على الإحساس بنسب رطوبة أقل خلال فترات المساء، وبالتالي بنحس معه باعتدال في الأجواء خلال فترات المساء، والأجواء معتدلة تماما خلال فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية. بالإضافة كمان أن اليوم هيكون في اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ونقدر نقول أن هم مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. يعني ضغط النشاط الرياح الموجود على البحرين مش هيأثر على حركة الملاحة أو أي حاجة؟ لا، هو نشاط الرياح الحمد لله مش هيأثر. ارتفاع الأمواج هيوصل على البحر المتوسط ل 1.5 متر، فإن شاء الله ما فيش أي تأثير، وكمان كده ارتفاع الأمواج قل عن الأيام الماضية، فنقدر نستمتع بآخر يوم في الأجازة على البحر المتوسط. حتى كمان البحر الأحمر ارتفاع الأمواج بيوصل فيه ل 2.5 متر، وده برضو مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية. احنا طبعا متوقعين من غدا يكون في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحراره، تبدا درجات الحراره ترتفع تدريجيا بحوالي من درجتين لاربع درجات، لان غدا متوقع العظمى على القاهره تكون 35 درجه مئويه، مع منتصف الاسبوع الثلاث والاربع هتوصل ل 37 درجه مئويه، يعني هنتحول من الاجواء اللي احنا كنا بنعيشها خلال الايام الماضيه من اجواء الحاره الرطبه الى اجواء شديده الحراره الرطبه خلال فترات النهار. عشان كده مهم جدا نذكر السادة المواطنين تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 4 العصر، الفترة دي اللي بنسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله. التعرض المباشر لأشعة الشمس بيزود إحساسنا طبعا بارتفاع درجات الحرارة، لا قدر الله بيصيبنا بضربات الشمس والإجهاد الحراري، فدايما لو أنا مضطر أبقى موجود في الشارع في الوقت ده، دايما يبقى معايا غطاء للرأس، شمسية أو كاب، أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. بالإضافة نستمر في تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل والنزازة المية تبقى موجودة معايا على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. بالإضافة كمان أحافظ بقدر الإمكان إن أنا أبقى موجود في أماكن جيدة التهوية، ده هيساعدني على عدم الإحساس بنسب الرطوبة، وإن شاء الله السلامة للجميع. إن شاء الله يا دكتور. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 34 والصغرى بتسجل 24، الإسكندرية العظمى 30 والصغرى بتسجل 24، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى بتسجل 22، سيوة العظمى 35 والصغرى بتسجل 21، بورسعيد العظمى 31 والصغرى بتسجل 24، دمياط العظمى 30 والصغرى 24، الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى بتسجل 24، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 24. هنروح للعريش، العظمى فيها 31 والصغرى بتسجل 24، سانت كاترين العظمى 32 والصغرى بتسجل 18، شرم الشيخ
طابة العظمى 33 والصغرى 24، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى بتسجل 28، الغردقة العظمى 37 والصغرى 27، الفيوم العظمى 34 والصغرى بتسجل 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى 25، المنيا العظمى كمان 35 والصغرى بتسجل 23. هنروح لأسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 24، سوهاج العظمى 36 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 37 والصغرى بتسجل 26، الأقصر العظمى 38 والصغرى 27، أسوان العظمى 39 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 38 والصغرى بتسجل 26، شلاتين العظمى 37 والصغرى بتسجل 27، وأخيرا حلايب العظمى 36 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشازلي وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليك يا لينا. نجاح كبير الحقيقه حققه أبطال مصر في بطولة أفريقيا للتايكوندو البومزا، وده بعد حصولهم على المركز الأول في المنافسات والمباريات. مصر حققت في هذه البطولة 10 ميداليات متنوعة، 6 ذهب 3 فضة وبرونزية واحدة، وزي ما لاحظنا في الفترة الأخيرة في تفوق كبير جدا وواضح للبنات في هذه المسابقات والبطولات سواء كانت المحلية أو الدولية. النهاردة معانا البطلة شاهد عبد الفتاح، الطالبة اللي لسه بتدرس في كلية الطب البيطري واللي قدرت كمان يتحقق أفضل لاعبة في البطولة وفازت بذهبية السيدات للكبار. بنرحب بيها، هي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا شاهد. صباح الخير. يا أهلا بيك وألف ألف مبروك. ميرسي، الله يبارك فيك. كله أفضل لاعبة في هذه البطولة، بس عايزين نوضح للناس الأول إيه هو الفرق ما بين التايكوندو العادي والبومزا. البومزا هي حركات قتالية، يعني زي ديمونستريشن كده بس في الهواء، يعني ما بضربش حد قدامي. بس الفرع تاني من التايكوندو اللي هو الكروجي بيبقى فايت، بيبقوا اتنين في وش بعض وبيضربوا بعض بالبوينت. زي الكاتا كده في الكاراتيه صح؟ البومزا شبه الكاتا شوية. طيب يعني قولي لنا يا شاهد الحاجات اللي ميزتك عشان تقدري انك تحصلي على الذهبية وانك تقدري تاخدي كمان أحسن لاعبة في البطولة. هو اللي ميزني ان انا يعني اكسبيرينس، طبعا بقالي كتير بلعب ونزلت كذا بطوله دوليه، وطبعا كل يعني الستايل المصري مختلف طبعا عن كل الستايلز الافريقيه، فده يعني ميزنا كلنا مش انا لوحدي. ما شاء الله عليك والله، بس اوعي تفتري يا شهد. طيب انت كنت عامله حسابك على حاجه زي دي؟ يعني كنت داخله وعارفه ان انت هتفوزي بهذه البطوله وتاخدي الذهبيه؟ هو انا كنت داخله يعني على امل طبعا من بعد ربنا ان انا يعني ان شاء الله اجيب اول، بس احسن لعيبه دي يعني كانت جديده. طب شاهد بصي، عشان احنا يمكن معلوماتنا شويه قليله وحابين نعرف اكتر، بما انك خدتي ذهبيه يعني انت قلتي ان الستايل المصري مختلف شويه عن الستايل الافريقي، عايزه اعرف ازاي؟ عشان الستايل المصري احنا يعني عندنا معلومات اكتر في الفومزا، وعندنا يعني ايه هي الفومزا وليه اصلا كل حركه بتيجي منين وتروح فين وبنضربها ليه. والفلكسبيليتي عندنا يعني كل ده بيفرق. عظيم. مين كان بيدعمك في هذه اللعبه؟ يعني وقت ما اخترتي ان انت تلعبي هذه اللعبه مين دعمك وايه كمان التحديات اللي واجهتك؟ هو صراحه يعني الكابتن بتاعي بتاع الفيتنس، انا كنت بلعب جمباز، هو اللي دعمني اكتر ان انا اخش اللعبه دي، وقال لي ان انا هكون لما اكبر حاجه كبيره فيها، مع اني وانا صغيره مش شاطره فيها، ففضلت اكمل لغايه الحمد لله يعني مكاني دلوقتي. طيب شاهد، انت حابه اعرف بتتمرني كام ساعه في اليوم؟ وكمان عايزه اعرف اللياقه البدنيه في اللعبه دي اهم ولا التركيز؟ يعني انت قلتي انه اللعبه البومزا قايمه على الحركات اللي في الهواء اكتر، فهل التركيز في الحركه تطلع ازاي اهم ولا اللياقه البدنيه؟ لا اشتغلي طبعاً على ايه اكتر؟ الاثنين مهمين، بس هو التركيز بيبقى عامل اكبر بكثير. يعني هو اللاعب لو نزل الملعب مش مركز هو خلاص، يعني كل اللي هو اشتغل عليه ولا حاجه. بتاخدي وقت قد ايه في اليوم تمرين؟ يعني لو قبل بطوله على الاقل 5 ساعات في اليوم. اما بس احنا اصلا قبل بطولات وكده بنعسكر من الصبح، من يعني ممكن من 8 الصبح لغايه 10 بالليل. طيب واخبار الدراسه ايه؟ ما هي دي كانت بقى من الصعوبات، انا كان عندي طبعا الفاينل كليه صعبه كمان، في نفس توقيت المعسكر وفي نفس توقيت التمارين، فكان الموضوع صعب، بس الحمد لله يعني نظمت بقى اليوم ازاي؟ هو انا كنت بنزل تماريني طول اليوم وافضل بقى سهرانه للفجر اذاكر وانام كام ساعه واروح تمريني ثاني يوم وكده.
ايه اللي انتم محتاجينه يا شهد عشان مستواكم كلعيبه كمان يتقدم اكتر؟ انت ما شاء الله حاصله على ذهبيه، لكن لو في حاجه نقدر ندعمك بيها، هل تسهيلات في الدراسه، ما اعرفش يعني ايه اللي انتم ممكن تكونوا عايزينه عشان مستواكم كمان يبقى احسن؟ هو يعني احنا كمصر احنا احسن ناس في افريقيا، بس هو احنا اللي محتاجينه ان ممكن نتمرن اكتر مع دول اوروبيه بره. هي ده ممكن يساعدنا كتير. احنا ما سمعناش اخر حته قلتيها يا شهد. بقول لك ان احنا نتمرن مع دول اوروبيه اكتر. اوكي بره. اوكي هما يعني عندهم اكسبيرينس اكتر وعندهم يعني اعلم مننا شويه، فاكيد لو اتمرنا منهم هنفتح الفائزه بذهبيه السيدات للكبار ببطوله افريقيا للتايكوندو. روح العزيمه اللي عنده واللي وصلته لتحقيق الميداليه الذهبيه للتايكوندو البومزا، معانا البطل احمد حسن ابو شادي اللي قدر انه يحصد الميداليه الذهبيه في منافسات البطوله. صباح الخير عليك والف الف الف مبروك. صباح النور، الله يبارك في حضرتك. احمد، كلمنا عن لحظات الفوز يعني وانت واقف كده وخدت ميداليه ذهبيه، احساسك ايه وانت رافع العلم؟ لا طبعا هي احسن احساس في الدنيا، يعني انت تبقى تعبت في حاجه وناس كتير تعبت معاك فيها وتوفيق ربنا برضو يحالفك يعني ان انت تعمل كده، وفي الاخر بقى ان انت بقى تاخد الميداليه وترفع علم مصر وتشوف بقى فرحة الناس وانت تبقى فرحان وبتستريح بقى بعد كل التعب اللي انت تعبته وكده، وفرحة المدربين طبعا احساس يعني كويس. حاجة تشرف يا احمد والله، الف الف مبروك. بالنسبة لك البومز اسهل ولا التايكوندو العادي اسهل؟ والله التايكوندو يعني هو مش التايكوندو العادي، هو التايكوندو ده مقسوم نصين اللي هو الكروجي والبومز. ماشي. هو كل حاجة ليها صعوبتها، يعني انت الكروجي موضوع ان انت بتلعب قدام حد يعني ده التايكوندو اللي احنا عارفينه ده. اه ده اللي هو الفايت العادي. انت بتلاعب حد فبتلاعب ناس مختلفة، ده بيعمل حاجة معينة فانت بتغير مثلا اسلوبك او بتلعب على حسب اسلوبه او بتعمل حاجات معينة تكنيكات ان انت تقدر تواجه بيها اللي هو بيعمله، طبعا ده ليه صعوبة. وفي التايكوندو بقى اللي هو البومزة ده طبعا ليه صعوبة تانية، ان هو كل واحد يبقى ليه الستايل بتاعه والطريقة بتاعته مختلفة عن باقي الدول. طبعا مصر احنا اللي كان لنا ستايل مختلف جدا عن افريقيا، والاصعب بقى من كل ده اللي هو الفري ستايل بقى اللي هو العرض اللي بقى فيه بقى شويه اجباريات، بقى فيه داخل فيه جمباز، داخل فيه حركات، ده بيبقى معتمد بيكون ليك محاوله واحده بس. ده بيبقى الكرياتيفيتي بتاعك انت وبتاع المدرب بتاعك، انهي دوله تعمل جمله احسن من الثانيه وازاي تقدر تاديها باحسن شكل وباحسن اداء زي ما اتمرنت بالظبط. احمد كمل سامعينك. بس هو ده. طيب مين وانت بتنافسه كده حسيت انه ده يمكن اصعب منافس ليك؟ حسيت بالمباراه دي كانت صعبه شويه، والتكنيك بتاعك كان ايه عشان تتغلب عليه؟ هو بصي، هو كان اصعب منتخب واجهناه طول البطوله يعني كان منتخب السنغال. اوكي. منتخب السنغال كان منتخب قوي جدا وكانوا يعني كويسين يعني ما شاء الله. بس فاحنا ما كناش مركزين معاهم على قد ما كنا مركزين ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا. احنا اتمرنا اكتر وتعبنا اكتر وكده، فاحنا كنا مؤمنين جدا يعني احنا عملنا احسن حاجه عندنا مع توفيق ربنا. ان شاء الله هنعدي منتخب السنغال، وما نقعدش بقى نركز هم احسن في ايه واحنا احسن في ايه ونشوف، لا احنا نعمل احسن حاجه عندنا واللي اتمرنا عليه وخلاص، توفيق ربنا معانا والحمد لله. هو ده اللي حصل يعني الحمد لله. هي طيب احمد، احنا تمثيلنا عامل ازاي في هذه البطوله يعني؟ نعم. تمثيلنا عامل ازاي في هذا البطوله في هذه أنا البطوله يعني؟ شايف ان احنا بجد احسن منتخب في البطوله دي وبفرق كبير يعني. احنا حتى المركز الاول اللي خدناه بعدد الميداليات والبوينتس وكده احنا في فرق بيننا وبين المركز الثاني كبير يعني، فشايف ان احنا كنا احسن تمثيل يعني في البطوله، مش اللي هو مش اي تمثيل مشرف وخلاص، لا احنا كنا احسن تمثيل. انا بسالك ليه؟ عشان تايكوندو البومز ده يمكن في ناس كتيره ما سمعتش عنه قبل كده. فعشان نقول لا احنا عندنا نماذج يعني، عندنا ناس جابت ذهبيات وعندنا نماذج ثانيه، نماذج متفوقه في هذه اللعبه. ايوه هو بس اللي فارق شويه، الناس كلها عارفه الكروجي عن البومزا ان الكروجي كان الكروجي لعبه اولمبيه. البومزا لسه ما دخلتش اولمبياد، واعتقد داخله في 2024 اللي هي في باريس، بس هي الناس كلها ما تعرفهاش لان هي الكروجي لعبه اولمبيه اكتر، عندنا شبه هدايا ملاك، سيف عيسى، ميداليات اولمبيه وكده، فالناس كلها بتبقى ايه عارفه الكروجي اكتر، الا بقى اللي بيلعب تايكوندو، اللي بيلعب تايكوندو عامه بيبقى عارف طبعا البومزا وعارف اللي فيها وعارف أكيد طبعا الابطال والناس الكويسه اللي فيها، بنبقى كلنا عارفين بعض يعني.
طيب انت قادرين نحدد مستوانا لو لعبنا مع منتخب اوروبي يعني هنقدر نعلق ان شاء الله ميداليات في اولمبياد باريس ولا لا؟ والله هو انا شايف ان المشكله مش في اوروبا يعني هو اوروبا سهل يعني مستوانا مش بعيد قوي عن اوروبا يعني شويه تمرين وشويه حاجات احنا قريبين من اوروبا هي المشكله كلها في شرق اسيا اوكي شرق اسيا اللي هي كوريا والصين واليابان اللي دي اصلا الالعاب دي من عندهم فيعني هي اصلا اللعبه دي من كوريا فطبعا بقى كوريا يعني موزعاها كده على الدول اللي حواليها فهم يعني من في موضوع البومز كمان وفري ستايل ده هم شبه مسيطرين شويه اللي هم معاهم كل حاجه عارفين كل حاجه فشايف ان احنا لو بنتمرن مع ناس يعني احنا المدرب بتاعنا كوري المدرب بتاعنا كوري فاستفدنا منه جدا ومستوانا عالي كله في فتره صغيره جدا فالموضوع ده لو كان من زمان او يكمل معانا اكتر فشايف ان الموضوع ده هيبقى بالنسبه لنا اوروبا مش هي المشكله يعني. احمد انت لسه بتدرس مش كده؟ انا لسه في اول سنه في هندسه اسكندريه. والدراسه عامله ايه؟ انت لسه داخل كليه جديده يعني وهندسه ف انا خلصت اول سنه الحمد لله. والله موضوع ان انت يعني توقف بين الرياضه والدراسه صعب يعني بصراحه بس هو مش مستحيل هو تظبطه عادي. صعب جدا وخصوصا انت في هندسه برضو يعني ده كليه هندسه كليه قمه فاهم الكليه عندي صعبه شويه طبعا بس ان شاء الله يعني كل حاجه هتتظبط يعني. طب احمد خليني اسالك ايه التسهيلات اللي انتوا بتبقوا محتاجينها عشان مستواكم يبقى احسن وتتمرن براحتك من غير ما يبقى فيه ضغوطات ان انا عليا مشروع في الكليه او كذا او كذا هل بتبقوا محتاجين تسهيلات في الدراسه اكتر؟ بصي هو موضوع التمرين ده احنا معانا تقريبا الجهاز الفني 10 مدربين متوزعين على المحافظات كلها فالمحافظات كلها بتتمرن يعني مثلا احنا عندنا في تمارين في اسكندريه وفي تمارين في القاهره شغاله اللي بتوع منتخب القاهره وفي تمارين في وسط الدلتا والمحافظات دي فكل المنتخب اي لعيب مصري بيتمرن حتى لو في محافظته فالموضوع ده بالنسبه لك ان انت مثلا انا لعيب من اسكندريه مش مضطر ان انا اروح القاهره لا في تمارين في اسكندريه فبالنسبه لي مثلا موضوع السفر ده بيبقى هو تمرينه في الاسبوع ولا حاجه او تمرينتين ثلاثه في الشهر اللي انت بتسافر فيهم فالموضوع مش بيبقى ايه اللي هو جاي قوي على الكليه لا انت بتعرف تروح الكليه وبتعرف اي نعم مقصر شويه بس اللي هو ايه بتعرف تظبطها يعني لا خلاص بقى ظبط الدنيا بقى الفتره الجايه يا احمد مصر كلها ده مساعدنا جدا يعني الف الف مبروك مره ثانيه يا احمد وبالتوفيق احمد حسن ابو شادي الفائز بالميداليه الذهبيه في منافسات بطوله افريقيا للتايكوندو البومز على كل ده معاد موجز لاهم الاخبار مع ليندا اتفضلي يا ليندا شكرا شاذلي الثامنه بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة التي ستجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة كما تأتي مشاركة الرئيس السيسي تعزيزا للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة هذا وسيعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية عقب جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة أكد البيان المشترك الصادر بين الجانبين على ضرورة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وشدد البيان على تعزيز مصالح الدولتين ورؤيتهما المشتركة نحو شرق أوسط يسوده الاستقرار والازدهار والأمن والسلام وفي البيان أكد الجانبان أيضا على أهمية حل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية وتخفيف الأزمات الإنسانية عن طريق تقديم الدعم الاقتصادي والمالي لدول المنطقة الأكثر احتياجا وأهمية مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية وضرورة دعم حكومات المنطقة التي تواجه خطر الإرهابيين أو الجماعات التابعة والمدعومة من قوى خارجية
وخلال كلمته في مدينة جدة وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مباحثاته مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بالمهمة. وأكد الرئيس الأمريكي أنه تم إجراء مباحثات حول ما يتعلق بضمان أمن الطاقة، مشيرا إلى أن الرياض ستشارك في مبادرة الطاقة النظيفة. وقال بايدن أنه يفعل كل ما في وسعه لزيادة الإمدادات للولايات المتحدة. هذا وقد وقع الجانبان خلال الزيارة 18 اتفاقية ومذكرة للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، من بينها تعزيز تطبيق الجيل الخامس من الإنترنت. تعهد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بعدم استهداف الأراضي الروسية براجمات الصواريخ الأمريكية هاي مارس. وأكد ريزنيكوف أن عدم استهداف الأراضي الروسية كان شرطا لحصول كييف على هذه المنظومات، مشيرا إلى أن كييف سوف تستخدم الأسلحة الأمريكية لتحرير الأراضي الأوكرانية. كما أعرب ريزنيكوف عن ثقته في أن الغرب سيوفر لأوكرانيا طائرات ودبابات حديثة. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بفرضه عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال أوربان إن العقوبات على روسيا لم تحقق أهدافها وكان لها آثار جانبية على جميع أعضاء دول الاتحاد، ودعا رئيس وزراء المجر الاتحاد إلى تعديل سياستهم بهذا الصدد. التقى المرشحون الذين يتنافسون على خلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجها لوجه خلال أول مناظرة تلفزيونية بينهم. وتمكن كل من وزير الدولة للتجارة الدولية باني موردنت ووزير المال السابق ريشي سونك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كامي بادناك والنائب توم توغنهات من مناقشة رؤيتهم خلال المناظرة. وتبينت إجابات المرشحين لخلافة جونسون حول مدى مصداقيته وأمانته. أما رياضيا، فتأهل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أفريقيا بعد فوزه الكبير على نظيره الجزائري بنتيجة 34-19. وبهذه النتيجة سيواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي المتأهل على حساب الكونغو الديمقراطية. كما ضمن منتخب مصر التأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 في السويد وبولندا. نهاية موجز الثامنة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. ولسه أرض مصر مليانة كنوز وأسرار اللي في الحقيقة ما بتخلص. امبارح تم الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة أبو صير الأثرية. الكشف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن بير دفن وتابوت لقائد الجنود الأجانب وعدد من اللقى الأثرية. تفاصيل ومعلومات أكتر عن هذا الاكتشاف هيكلمنا عنه الدكتور محمد مجاهد، نائب مدير البعثة التشيكية الأثرية العاملة في منطقة أبو صير. صباح الخير على حضرتك، بنرحب بيك. صباح الخير أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل المشاهدين. يعني في البداية عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الكشف ومكوناته. بصراحة الكشف هو مقبرة احنا بنسميها في مجالنا مقبرة بئرية، لأن المقبرة عبارة عن بير وموجودة في منطقة أبو صير. منطقة أبو صير دي منطقة مهمة جدا لينا، لأن الملوك الأسرة الخمسة، بنتكلم على حوالي مثلا 4500 سنة قبل الميلاد، بنوا اهراماتهم في المنطقه دي. فجم المصريين في الاسره 26 تكريما وحفاظا على تاريخهم بنوا مقابرهم في نفس المنطقه. عظيم. دكتور محمد، لو حضرتك تعرفنا عن اهميه الوصول لهذا الكشف هنستفيد ايه؟ هيعرفنا ايه؟ ايه المعلومات كمان اللي ممكن نحصل عليها من خلال هذا الكشف؟ محمد، دايما بقول احنا في مجالنا عاملين زي المباحث الجنائيه كده، بنلم معلومات، بنروح الموقع كل معلومه بالنسبه لنا مهمه، اي حجر، اي نقش، اي حرف، تكتب اجزاء جديده مهمة من التاريخ.
بالظبط. كل معلومه، كل لقى اثريه بالنسبه لنا بتضيف حاجه مهمه لتاريخنا ولفهمنا عن الحضاره المصريه القديمه، ازاي المصري القديم عاش، كانوا بياكلوا ايه، كانوا بيشتغلوا ايه. الكشف بتاع امبارح بيقول لنا معلومه مهمه جدا، ان كان في تنظيم سياسي وعسكري للاجانب اللي عايشين في مصر. مصر زي ما انت حضرتك عارف فتح بابها من قديم الازل لكل الناس، فكان بيجي الاجانب بيعيشوا في مصر وبيتمصروا. ففي الفتره دي الوحي ابراع اللي احنا بنتكلم عليه كان قائد للجنود الاجانب اللي عايشين في مصر. فدي بالنسبه لنا معلومه مهمه جدا، بتقول لنا ازاي التنظيم كان موجود وازاي الحياه كانت متنظمه في الفتره دي. طب الكشف ده بيعتبر استكمال لخبيئه قبليه، يعني يا ريت حضرتك تكلمنا عنها كمان. الكشف برضو مهم تاني، لان احنا قبل ما نلاقي المقبره احنا لقينا الخبيئه بتاعه التحنيط بتاعه نفس الراجل بوحي ابراع ده، ودي كانت اكبر خبيئه تحنيط نلاقيها في مصر القديمه. كانت ازيد من حوالي 370 اناء فخاري في بقايا والحاجات اللي كانوا بيستخدموها اثناء عمليه التحنيط. من اهميه الراجل ده، عمل بير خاص فقط للاواني لاواني التحنيط دي، ودفنها جنبيه على طول. فالكشف البير التحنيط وضيئه التحنيط والمقبره بيكملوا بعض، ودي حاجه جديده اول مره نلاقيها برضو في ابو صير. عظيم. تابوت لقائد جنود اجانب موجودين هنا في مصر، وزي ما حضرتك قلت ان كانت مصر بتعلمهم فنون السياسه وفنون القتال ايضا. ده كان اهميته ايه في هذا التوقيت؟ يعني ايه السبب اللي كانت عشانه مصر بتعلمهم هذا الامر؟ في 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 الفتره دي احنا بنتكلم على نهايه الاسره 26 مثلا، حوالي مثلا 500 سنه قبل الميلاد. مصر كانت بيدخلها اجانب من كل مكان، من الشرق، من الغرب، من البحر المتوسط، من اسيا. فتنظيما للموضوع ده كان لازم يبقى في سيطره على الناس اللي داخله، وكان لازم لان مصر كانت زي ما بنقول قبله لكل البلاد اللي حوالينا، لان كانت متقدمه عنهم، فيها مصادر موجوده كتير، والناس كانت بتحب تيجي تعيش في مصر في الفتره دي. نهايه الاسره 26 كان برضو فيها اضطرابات سياسيه جوه مصر، لان احنا بنتكلم عن تواجد اكثر للفرس في مصر. في الاسره 27 هيبقى الفرس موجودين في مصر وبيحكموا الملوك بتوعهم بيحكموا مصر. ففي الفترة دي برضو التنظيم والسيطرة على وجود الأجانب كانت حاجة مهمة جدا، وهم انخرطوا في الحياة العسكرية، والجيش المصري كان عامل لهم وحدات خاصة ليهم هم، ما قدروش يبقوا. واللقب بتاعه بيقول لنا حاجة مهمة جدا برضو، إن هم ما كانوش بيقدروا يدخلوا مع المصريين ويحاربوا مع بعض، لا، كان ليهم وحدات لوحدهم، سكنات لوحدهم. عظيم. يعني ده معناه انه يعني احنا كنا بندربهم من غير ما يسافروا. ده معناه ان احنا كنا بنعلمهم وبندربهم، وكانوا بيعيشوا وكانوا بيتجوزوا وكانوا بيولدوا هنا. ودي معلومه موجوده عندنا من مثلا من الاسره 20، ان في اجانب كتير دخلوا مصر وعاشوا وقعدوا وخلفوا وبقوا مصريين. طب ايه النقوش اللي لقيتوها، يعني اللي كانت موجوده على التابوت والتماثيل؟ والله النقوش اللي احنا لقيناها او النصوص اللي احنا لقيناها على التابوت دي نصوص من كتاب الموتى بالفصل 72. الفصل ده مهم بالنسبه لنا، لان هو بيقول لنا رحله المتوفى في العالم الاخر، وازاي ان هو بيقدر يعد الاخطار ويعيش في ابديه في العالم الاخر. الاشابتي اللي احنا لقينا حاجه حوالي مثلا 400 اشابتي، والاشابتي ده تماثيل صغيره دورها المفروض ان هي تؤدي الخدمات عن المتوفى في العالم الاخر. المصري القديم كان بيؤمن ان المتوفى لازم يقوم باعمال في العالم الاخر، سواء كانت زراعيه، صناعيه، اي اعمال، خدمات بيعملها. فالمتوفى ما كانش بيحب يقوم بالعمل ده، فكان بيسمي بيجيب تماثيل اسمها المجيب، حتى يعني ترجمتها بالعربي اسمها المجيب، اللي هو بيجيب عن بيأدي الوظيفه عن صاحب المقبره. وفي كمان استراكه ثانيه لقيناها، هي كسره حجر جيري، وعليها برضو نصوص من كتاب الموتى. عظيم. طيب دكتور محمد، عايزين نعرف من حضرتك ايه الشواهد اللي انتوا بتمشوا عليها عشان نبدا نبحث في هذه المنطقه؟ طبعا احنا عارفين ان المنطقه كلها منطقه اثريه، لكن بالتاكيد بنتتبع مجموعه من الخطوات والشواهد اللي تخلينا نقول ان في حاجه في المكان ده.
استاذ محمد، احنا عندنا نوعين من الحفائر. النوع الاول ان احنا بنقول عندنا سؤال والسؤال ده عايزين نجاوب عليه، فبنقدر نقول والله احنا عندنا مثلا عايزين نلاقي او الناس اللي عاشوا في المقابر في الفتره دي وعايزين نلاقي مقابرهم. مثل بسيط، نفس اللي حصل في وقت اكتشاف مقبره توت عنخ امون. هوارد كارتر كان عنده سؤال بيقول انا عارف ان في ملك اسمه توت عنخ امون وعايز الاقي مقبرته، والشواهد بتقول بقى ان هو مدفون في المنطقه دي. في مثلا شواهد اثريه، في فخار موجود، في اوتلاين خطوط عامه كده بنحاول نشوفها، بنلاقي من الساتلايت ايمجز بنلاقي حاجات اوقات ان المقابر بحددها نفسها باينه على الخرائط. في الطريقه الثانيه ان احنا بنبقى شغالين جنب في مقبره وانتهينا منها، واحنا شغالين في نفس الوقت بنلاقي جزء من مقبره ثانيه. فالشغل بيكمل بعضه، فالطريقتين بيكملوا بعض، والشغل دايما ما بنسيبش منطقه ونروح نشتغل بعيد جدا عنها، لا احنا دايما بنشتغل المقابر جنب بعضها. يعني لسه بنتعلم حاجات كتيره قوي عن اجدادنا 500 سنه قبل الميلاد، الاسره 26. يعني بنشوف لغايه النهارده حاجات احنا ما بنصدقش ان هي ممكن تحصل في العصر اللي احنا فيه النهارده. كل الشكر ليكم ولمجهوداتكم الكبيره دكتور محمد مجاهد، نائب مدير البعثه التشيكيه الاثريه العامله بمصر. نروح لموضوع تاني. امبارح اعلنت وزاره الزراعه ان مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الثروه الداجنه وبعض المنتجات من الفاكهه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ غسان. صباح الخير يا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. السؤال اللي الناس كلها عايزه تعرف اجابته، احنا ازاي قدرنا ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الثروه الداجنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل ما نتكلم عن الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي مش معناه ان يكون كل المنتج بتاعي انتاج محلي داخل حدود الوطن، لا، ده الاكتفاء الذاتي ان يبقى في حاجه اسمها اكسس، او ان المواطن العادي البسيط يقدر يصل للسلعه وتكون باسعار مناسبه نوعا ما في ظل هذه الظروف. ده الاكتفاء الذاتي، يعني مش مجرد بس ان انا ما استوردش جزء من هذا المنتج من خارج من الخارج. يعني حتى لو كانت مستورده؟ لا، انا قصدي لا، ده كده دخلك في مفهوم اخر اسمه الامن الغذائي، لان الدول احيانا، دول كتير مش مصر بس، عندها منطق اسمه منطق الاكتفاء الذاتي النسبي، بمعنى ان الحاجه اللي اقدر انتجها تحت ظروفي انتجها، والحاجه اللي ممكن استوردها باسعار مناسبه اقدر استوردها، وده منطق دولي مش مالوش علاقه بدوله معينه، كل الدول تقريبا بتعمل كده، وعشان كده في حركه التجاره الدوليه البينيه شغاله، والا لو كل دوله هتعتمد على نفسها باكتفاء ذاتي مطلق لكل السلع الغذائيه حتى لو عندها امكانيات، طب لا هتستورد ولا هتصدر بالنسبه للسلع الغذاء وهكذا. خلينا نتكلم بس على ان مصر بظروفها الحاليه، ظروفها الحاليه وهي ظروف محدوديه شديده جدا في الارض الزراعيه، وده بسبب موقعها الجغرافي، ملوش اي سبب ثاني اخر، ان موقع مصر اصلا في منطقه جافه، معدلات الامطار عندنا ضعيفه جدا لا تكفي للزراعه او لقيام اي نشاط على هذه الامطار، عند المصدر الوحيد تقريبا في معظمه هو مياه النيل، وما زال هذه المياه فيها محدوديه كبيره، لان انا بزرع في الاخر تقريبا في 10 مليون فدان من اجمالي 240 مليون فدان اجمالي مساحه مصر. انا لو عندي اي متر مكعب اضافي ميه هقدر ازرع بيه، والدوله بتعمل كده فعليا. الناس ما تسالوش نفسهم سؤال مهم جدا، حتى المواطن البسيط اللي ممكن دلوقتي هو بيسمعنا ينزل السوق اللي تحت بيته في الشارع عنده، هيلاقي ما شاء الله كل خيرات ربنا موجوده من فاكهه وخضار وما زالت في المتناول، يعني ما حدش يقدر يقول ان الاسعار بقت زي بره، حتى لو مهما كانت الدوله اللي بره دي ايه، فالاسعار ما زالت في متناول الناس، وخاصه انا بتكلم على ده في سلع، احيانا سلع يعني البصل دلوقتي بجنيه، الطماطم بجنيه ونص مثلا، ودي سلع مهمه على المائده المصريه. صحيح. فبالتالي ان انا اقدر في ظل هذه المحضريه الكبيره وفي ظل معدلات الاستهلاك الكبيره، هو لغايه دلوقتي ما حدش قادر يقول رقم، هو احنا ممكن بنستهلك قد ايه في السنه؟ بنستهلك كم مليون طن؟ كم مليون طن غذاء في السنه، سواء كان غذاء محلي او جزء مستورد زي الحبوب وغيره. فالدولة بتعمل ايه بالتحديد؟ يعني محدد كمان سأل نفس السؤال مهم، الدولة في محطة معالجة بحر البقر، مصرف بحر البقر اللي في شرق الدلتا، اللي الدولة كلفته تقريبا 20 مليار جنيه. الدولة بتدفع الفلوس دي من ميزانيتها، ومن يعني احنا بنقول بالفلاح كده من لحمها الحي،
عشان تعمل مصدر اضافي للميه تقدر تزرع بيه. عشان كده لما نيجي نتكلم على الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء الذاتي في مصر من سلع كثيره جدا. بالمناسبه احنا عندنا تقريبا بالنسبه لعدد السلع 80% او اكثر من 80% اكتفاء ذاتي. السلع اللي ما فيهاش اكتفاء ذاتي استهلاكا منها كبير وكل حاجه، ولكن ما زالت محدوده في الحبوب وفي البقول وفي اللحوم الحمراء بالتحديد. فبالتالي الدوله دفعت كل هذه التكاليف لايجاد مصدر. الناس يقول لك ما هو اللي بيزرع مش الدوله، اللي بيزرع ده المزارع او القطاع الخاص، ولكن اللي بيدفع التكلفه الكبيره اللي بيدعم في استصلاح الاراضي. حضراتكم كلكم شفتوا، كل الناس شافت، والعالم بحاله شاف في خلال شهور قليله فخامه الرئيس وكل اجهزه الدوله من اقصى جنوب مصر في توشكا الخير الى مستقبل مصر في شمال مصر الى مجمع الانتاج الحيواني في الثلاث، كل ده في فتره لا تتجاوز شهرين ثلاثه، وكلها مشروعات ضخمه. السيد الرئيس بيفتح المشروع وبيرجع اخر النهار بيسيب وراه 300 و350 و400 الف فدان مزروعين، رصيد للاجيال الجايه مش للاجيال الحاليه، ودي كلها كانت ارض طيب صحراويه. يعني ايه يا فندم تسجيل مصر ضمن الدول اللي بتعتمد على المنشات الداجنه؟ يعني منشات داجنه معزوله طبقا لقواعد منظمه الصحه الحيوانيه. طب ده لا علاقه بالانفلونزا الطيور. مصر يعني من لفترات طويله كان في مشكله بسبب انفلونزا الطيور، فكان ممنوع التصدير من اي منشاه. تم الان فعليا وبشهاده من المنظمه الدوليه للصحه الحيوانيه ان بقى اصبح في منشآت معزوله في مناطق خارج الوادي والدلتا في المناطق الصحراويه. هذه الاماكن بتكون لها شهاده انها خاليه تماما من انفلونزا الطيور، فدي بتوجه للاستهلاك المحلي او توجه للتصدير، فاصبحت خلاص وفي طريقنا ان احنا نزود هذه المنشآت. تقريبا يعني احنا عندنا اكثر من 37 منشأة حتى هذه اللحظه في طريقنا للزياده. فده يعني ده مجهود تم فعليا ان مصر تبتدي تاخد هذه الشهاده، وشهادات كبيره جدا. بس اقول الموضوع يعني انا عندي رجاء معلش وخارج السياق شويه، انا عاوز الاعلام يركز كتير جدا على ما تقوم به الدوله، وخاصه في ملف الامن الغذائي، في ملف الاكتفاء الذاتي. المشروعات القوميه اللي تكلف مليارات دي مش مجرد هتنتج السنه دي بس. حضرتك معانا عشان توضح لنا، اكيد احنا مهتمين بالملف ده جدا، وحضرتك موجود معانا دلوقتي عشان توضح لنا بالظبط. طيب. كده طيب انا هدي لحضرتك مثال صغير بس. الطرق والمحاور احيانا الناس بيظنوا انها فقط لتسهيل الحركه، يعني طريق زي جنوب الضبعه طوله لا يتجاوز 300 كيلو متر فقط لا غير، مهما كانت تكلفته قد ايه، اللي قدر يضيف للرقعه الزراعيه المصريه اكثر من 400 الف فدان منزرعين فعليا، وفي طريقهم للمليون فدان. حضرتك مليون فدان من مساحه 10 مليون فدان، يعني 10% من المساحه المنزرعه من ايام كرماء المصريين تم اضافتها بمجرد طريق واحد، وهكذا بالنسبه لكل المحاور. طريق جديد يا دكتور محمد، طريق جديد يقول ان في تنميه في هذه المنطقه اللي هيروح فيها الطريق الجديد. طيب احنا بنتكلم ان في توسع كمان في انشاء المزارع الخاصه بالدواجن، دي حاجه كويسه جدا، لكن على الجانب الاخر بالنسبه للاعلاف، هل بقى في توسع في انتاجها محليا ولا لسه حتى الان برضو بنستوردها؟ بص، هو الاعلاف منافس قوي لكثير من المحاصيل الاستراتيجيه، هي دي مشكله الاعلاف في مصر بالمناسبه. الاعلاف محتاجه مساحات كبيره، الدول اللي عندها اكتفاء ذاتي من الاعلاف او بتصدر لنا اعلاف هي دول بتعتمد في المقام الاول على الزراعه المطريه، في المقام الاول، والزراعه المطريه هي ارخص انواع الزراعات، يعني تخيل ان انتاج طن الحبوب، بلاش الاعلاف، طن الحبوب القمح في فرنسا تكلفته اقل من انتاجه في مصر، بسبب ان انا عندي زي ما قلت لحضرتك محظوظيه كبيره في الموارد كلها، ورغم ذلك بننتج الحمد لله، عندنا اكتفاء ذاتي نسبي من القمح 50 حاجه و50% في ظل الزياده الكبيره للاستهلاك اللي بتحصل. انا بنتج 10 مليون طن، وده رقم تاريخي في مصر، 10 مليون طن في السنه قمح. فالاعلاف مشكلتها الكبيره هي كده، ان المنافس لهذه الاعلاف هي محاصيل مهمه، فانا عشان اتوسع في زراعه الاعلاف التقليديه، بلاش غير التقليديه، محتاج ان انا اتوسع في المساحات، وده اللي الدوله بتعمله بالمناسبه، وبدات الدوله حاليا يعني في اجتماعات على مدار الساعه في وزاره الزراعه، بيقوم بهذه الاجتماعات مع وزير الزراعه شخصيا مع كل المختصين في الوزاره لدراسه وانتاج اعلاف غير تقليديه، احتياجاتها المياه اقل، تتحمل الملوحه، تزرع في المناطق الهامشيه. كل الاعلاف دي يعني ان شاء الله باذن الله هيكون في اخبار كويسه بالنسبه للاعلاف تتناسب مع هذه الظروف. انا ما اقدرش ازرع علف
محصول على حساب القمح ولا اقدر ادور على حساب حتى صحيح الخضر. احنا عندنا اولويات بالتاكيد يا دكتور محمد، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه. خلينا نروح لموضوع تاني يا شاذلي، وبعد امتحانات الثانويه العامه هيبدا مكتب التنسيق في قبول اوراق المتقدمين للجامعات، وكمان الجامعات الخاصه اعلنت السنه اللي فاتت عن الغاء اختبارات القبول بمعظم الجامعات الخاصه تقريبا نتكلم على 90% منها. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده بالذات لانه موضوع فيه تساؤلات كتير من الدكتور محمد حلمي الغر الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يعني تساؤلات في الشارع، هل الجامعات الخاصه السنه دي مش هيكون ليها اختبارات قبول؟ لا حضرتك، احنا اختبارات القبول احنا لغيناها من السنه اللي فاتت، واللي طبق السنه اللي فاتت هيطبق السنه دي. لكن ما زال يوجد اختبار قدرات هيبقى موجود بالنسبه للجامعات اللي لها اتفاقيات دوليه مع جامعات بره بتنص على ان الطلبه لابد ان هم يؤدوا امتحان اللغه الانجليزيه قبل الدخول. وبعض الكليات الفنيه زي الفنون التطبيقيه والفنون الجميله بتحتاج برضه امتحانات قدرات. ده لسه ما زالت قائمه، وفي هذه الحاله الطلبه اللي هيخشوا هذه الجامعه هم الطلبه اللي ادوا امتحان القدرات فقط. طيب ايه الفرق يا دكتور محمد ما بين اختبار القدرات والقبول؟ اختبار القدرات انت بتختبر قدره الطالب في حاجه معينه، مش امتحان قبول لمجرد القبول. دي زي كليات معينه مثلا، زي فنون، خلينا نقول فنون جميله مثلا. زي ما قلت لحضرتك الفنون التطبيقيه والفنون الجميله لها اختبارات قدرات طبعا عشان خاطر الامكانيات الفنيه بالنسبه للطالب. وبعض الكليات بتحب نتيجه انها في اتصال بينها وبين كليات في انجلترا، فلا بد ان الطلبه بتوعهم يبقى على درجه معينه من تعلم اللغه الانجليزيه. طب واحنا موافقين على هذا، ما فيش اي مشكله في ذلك، لان ده بينطبق على عدد محدود من الجامعات. لكن العدد الاكبر من الجامعات او اكثر من 95% من الجامعات ليس لها اختبارات قبول. يعني بنسمع دايما في الجامعات الاهليه بالذات انه في دايما كليات جديده، يعني هل السنه دي في كليات جديده تم استحداثها؟ الكليات حضرتك اللي موجوده في الجامعات الاهليه اللي ان شاء الله هتفتح قريبا باذن الله تعالى يوجد فيها تخصصات جديده مختلفه، يعني بشكل مختلف، لان احنا هنعتمد في المرحله القادمه على موضوع البرامج الدراسيه وليس الكليات الدراسيه. الطالب بيختار مجموعه من البرامج عشان يقدر يعني ينجح في تخصص ما، وده يعتبر شيء جديد بيساير الترند العالمي اللي موجود دلوقتي ان الدراسه هي دراسه برمجيه اكثر ما هي دراسه مؤسسيه على مستوى الكليه. طيب دكتور، اذا كنا هنستحدث اقسام جديده على اي اساس بنختار هذه التخصصات الجديده؟ هي اللي بيربطنا بيها هي حاجه السوق. يعني طبعا السوق في حاجه الى التخصصات الجديده، لان التخصصات القديمه اصبح يوجد فيها قدر من الفائض في الخريجين في هذه المرحلة، ودول طبعا بيبقوا مشكلة في سوق العمل، ولا بد ان يتعمل لهم دراسة بينية علشان يخاطر يغير التخصص بتاعه بتخصص اخر يسير مع سوق العمل. لكن التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الى الطاقة الجديدة والزراعات الصحراوية، عظيم، كل الحاجات دي وهندسة المياه، كل هذا الكلام أصبح من الحاجات اللي عليها دلوقتي طلب في السوق المصري، سواء كنا في مصر أو في المنطقة المحيطة بينا، فلا بد إن احنا نساير هذا بهذه التخصصات. طب أنا عايزة أفهم من حضرتك نقطة، دلوقتي في طلبة بتروح تقدم في جامعات خاصة يقولوا لهم مجموعكم مش كفاية مثلا، مع إن هم معروف إن الجامعات الخاصة ليها يعني معرفش، يعني هل هم مثلا ليهم درجات معينة بيقبلوا منها لكليات معينة، ولا كل جامعة وليها القانون بتاعها الخاص بيها؟ لا يا فندم، مفيش حاجة اسمها كده. حضرتك طبعا احنا في الوقت الحالي احنا بنقبل الطلبة من حاملي الشهادات المعادلة سواء العربية أو الأجنبية، وهذه الشهادات تم تحديد حدود دنيا للقبول فيها لا يمكن التنازل عنها، ولا يمكن قبول طلبة أقل من الحد الأدنى في هذا. لكن بالنسبة للثانوية العامة وهي تمثل العدد الأكبر من الطلبة، لأن الشهادات المعادلة اللي احنا بنقبلهم من الطلبة لا يزيد تقريبا عن 25% من الطلبة المقبولين، لكن 75% بيكونوا من طلاب الثانوية العامة، دول لسه
لم يتم تحديث الحدود الدنيا لهم للتقدم، لأن احنا لسه في انتظار نتيجة الثانوية العامة وتوزيع الطلبة على الشرائح المختلفة في الثانوية العامة عشان نعرف الطلبة موجودين بكثرة في أي شريحة من المجموع عشان نقدر نحدد في هذا الحدود الدنيا. فإلى الآن لا يوجد أي حدود دنيا تم الإعلان عنها للجامعات الخاصة لطلبة الثانوية العامة، والموجود هو لطلبة الشهادات المعادلة فقط. ما سؤالي للشهادات المعادلة، طب التنسيق بقى للجامعات إمتى يا فندم؟ الجامعات الخاصة هيبتدي من إمتى؟ التنسيق حضرتك بعد طلوع نتيجة الثانوية العامة والانتهاء من المرحلة الأولى من التنسيق الحكومي، وغالبا احنا متوقعين ان الكلام ده يبتدي غالبا على منتصف شهر اغسطس. منتصف اغسطس، عظيم. بعد ما يتم الاعلان عن الحدود الدنيا المتداول الان من ارقام في الحدود الدنيا للجامعات الخاصه ليس له اساس من الصحه على الاطلاق، ولن يتم اقراره الى الان خالص. عظيم. طيب كنت عايز اسال حضرتك عن الاقبال من الوافدين للدراسه في الجامعات الخاصه، عامل ايه السنه دي؟ الدراسة عن الوافدين لا بأس بها في بعض الجامعات. بعض الجامعات عليها إقبال من بعض الطلبة الأجانب. إحنا بنحاول إن إحنا عشان نقدر نكتسب جزء من الوافدين لابد إن تكون مصروفاتنا متناسبة مع ما حولنا من الأسواق. مظبوط. إحنا بينافسنا في سوق الوافدين بلاد حوالينا كثيرة أهمها الأردن وتركيا. وإحنا لابد إن إحنا نكون ماشيين متناسقين مع الأردن وتركيا، لأن الطلبة بتحب أولاً مستوى التعليم عندهم مستوى جيد، فالطالب إما يجي عندك إما يروح الأردن إما يروح تركيا وفي هذه الحالة احنا بنحاول نجذبه عندنا، خصوصاً بتوع البلاد العربية نتيجة الثقافة المتماثلة واللغة المتماثلة والتسامح اللي موجود في داخل الدولة، ونحن نحاول ننزل في المصروفات شوية علشان نكتسب هذا. وإحنا بنشجع الجامعات الخاصة أنها تاخد الطلب الوافدين فوق العدد اللي إحنا بنحدده لهم من الطلبة المصريين، بحيث أن إحنا نشجعهم أن هم يسعوا ويسوقوا لأنفسهم في هذه البلاد عشان يكتسبوا هؤلاء الطلبة. طب لو بنتكلم بقى على الإقبال على الكليات الجديدة في الجامعات الأهلية، يعني لو في عندنا تصور كده للسنة الجاية هيبقى عامل إزاي لو في؟ لا احنا حضرتك احنا عندنا امل كبير ان احنا نزيد من الطلبه اللي هم ملتحقين بالجامعات الخاصه والجامعات الاهليه هذا العام عن العام الماضي. احنا السنه اللي فاتت قابلنا على مستوى كل الجامعات الخاصه والاهليه تقريبا حوالي 45,000 طالب. احنا املنا السنه دي ان احنا نزيد عن 60,000 طالب، 65,000 طالب تقريبا، وعندنا من الاماكن المتاحه اللي ممكن تستوعب اكثر من هذا، ونامل في العام الذي يليه ان احنا نزداد اكثر، بحيث ان احنا نصل في النهايه ان مجموع الطلبه اللي موجودين في الجامعات الخاصه اللي بيمثلوا تقريبا دلوقتي 7% من توتال الطلبه اللي موجودين في التعليم الجامعي ان هم يزدادوا تدريجيا الى 10% في 15% الى ان نصل تقريبا الى 25% من الطلبه في التعليم الخاص على مدى العشر سنوات القادمه. اتمنى طبعا من حضرتك يا فندم او من منظومه كلها ان انتوا يمكن يبقى في تعريف اكتر للطلبه اللي في المدارس اللي لسه مش عارفين قوي عن الجامعات الاهليه والكليات الجديده دي، نعرفهم اكتر بيها وعن دورها في سوق العمل ليهم في المستقبل. يعني احنا بنشكركم جدا دكتور محمد حلمي الغر الامين العام للمجلس الاعلى للجامعات الخاصه والاهليه. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. نصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد لبطولة كاس العالم اللي هتتلعب في السويد وبولندا، وده بعد فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة 34-19 في إطار الدور ربع النهائي من كاس الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها مصر، وبكده بيواجه منتخبنا النهاردة تونس في نصف نهائي البطولة. وقع النجم الجزائري رياض محرز عقد جديد لمدة سنتين مع نادي مانشستر سيتي في صفقة هتشهد بقاء اللاعب لحد يونيو 2025،
وأصبح الجناح الجزائري أحد اللاعبين الرئيسيين في تشكيل بيب غوارديولا منذ انضمامه من ليستر سيتي في صيف 2018. وفي المواسم الأربعة اللي لعبهم ساعد محرز السيتي في الفوز بثلاث ألقاب في الدوري الإنجليزي وثلاث كؤوس رابطة الدوري وكأس الاتحاد، إلى جانب الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا. لحد دلوقتي قدم 189 مباراة مع النادي وسجل 63 هدف وساهم ب 45 تمريرة حاسمة. النهاردة هيكون معادنا مع ثلاث مباريات حماسية ومهمة في الأسبوع 25 من الدوري الممتاز. الأهلي هيواجه بيراميدز، والزمالك هيواجه المحلة، وفيوتشر هيقابل الإسماعيلي. خلونا نقرأ تحليل ما قبل هذه المباريات الثلاثة مع الأستاذ محمد البرمي الناقد الرياضي اللي موجود معنا على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا فندم، بداية ازاي شايف مباراة الأهلي وبيراميدز والطريقة اللي بيفكر بيها سواريز؟ مباراة الأهلي وبيراميدز يعني حاليا في الدوري بتكون قمة خلاص، يعني يمكن من موسم ولا اتنين مباراة بيراميدز والأهلي بتكون قمة، دايما قمة حماسية، مباراة بتكون قوية. النهارده يمكن مباراة استثنائية شوية لأن الأهلي تحديدا هيكون عليه ضغط كبير جدا. الأهلي مطالب بالفوز على بيراميدز علشان يكمل في الصراع على المنافسة على اللقب، عنده مباراتين مؤجلتين، فبالتالي محتاج يفوز علشان خاطر الفوز ده هيقربه أكتر من الزمالك، هيعوض النقاط. لسه يمكن في الأهلي عنده مباراتين مؤجلتين، وبالتالي الفوز شوية للأهلي هيكون أهم بكتير جدا من مباريات كتير الفترة الجاية. بيراميدز نفس القصة، إذا عايز ينافس على الدوري وإذا عايز يكمل على المنافسة في الدوري محتاج يكسب النهارده ويقول لا أنا موجود، لأن ده كمان هيكون دفع معنوي ليه. الزمالك كمان عنده ماتش مهم، غزل المحله فريق كويس جدا، ملعب غزل المحله تحديدا بيكون صعب جدا على الفرق اللي بتلعب هناك. الاهلي بيفوز هناك بصعوبه كبيره جدا، بيتعادل في لقاءات كتير، وبالتالي المباراتين قويتين جدا. كل فريق عنده مباريات الدوري الفتره الجايه كانه مباريات كؤوس، لان خلاص يمكن احنا بنتكلم ان احنا في الجزء الاخير من الموسم، كل فريق عايز يكسب كل مباراة علشان كل ما بيفوز بيقرب. كمان الأهلي محتاج يفوز أكثر النهاردة علشان خاطر قبل مباراة الزمالك في كأس مصر، يمكن عمل مباراة جيدة جدا أمام سويسرا، فاز 4 أهداف وقدم عرض كويس جدا. البعض اعتبر المباراة كانت مفاجأة في ظل الظروف اللي الأهلي بيمر بيها، وبالتالي هو كمان محتاج يأكد ده أمام بيراميدز علشان كمان نهائي كأس مصر أمام الزمالك يوم 21، فبالتالي مباراة مصرية جدا. طب حضرتك شايف ازاي الاهلي ممكن يحل مشكله النقص العددي خصوصا بعد اصابه طاهر محمد طاهر ومحمد هاني؟ يعني الاهلي عنده عدد من البدايل، عنده عدد من البدايل جيدين جدا يقدروا يعوضوا هذا النقص ولو لفتره محدده. طبعا الاهلي بيمر بظروف سيئه شويه خاصه مع اصابه يعني اغلب الاطراف، برستاو، ميكسوني، حسين الشحات، طاهر، محمد طاهر، لكن يقدر يعوض ده. محمد شريف بيقدر يلعب على الجناح بشكل كويس جدا، وممكن يستغله مع حسن صلاح محسن، بيقدر يلعب على الاطراف بشكل كويس جدا. في الناشئ الشاب زياد طارق بيلعب برضه على الاطراف كويس جدا، فبالتالي هو يقدر يستغل اللعيبه اللي ما بتلعبش بشكل كبير جدا. صحيح ان الغيابات دي بتكون مؤثره، لكن هو هيقدر يتعامل معاها. كمان يعني جمهور الاهلي مقدره الظروف اللي فيها النادي الفترة الحالية من إصابات كتير جدا، لكن على الجانب الآخر عنده في خط الدفاع عودة عدد كبير من اللاعبين الجيدين، عنده في وسط الملعب عنده عدد كبير جدا من اللاعبين الجيدين، لكن أكيد الغيابات بتكون مؤثرة، لكن الأهلي عنده بدائل تقدر تعوض هذه الغيابات. طب هل حضرتك شايف إن هزيمة بيراميدز أمام الأهلي في الكاس ممكن تكون دافع ليهم النهارده في مباراة الدوري، وخاصة التعادل الأخير لبيراميدز مع طلاء الجيش؟ إذا كان لدى لاعب البيراميدز رغبة في المنافسة على الدوري والإفصاع عن أنفسهم كمنافسين في الدوري، لازم يفوز على الأهلي النهاردة، لأن الأهلي فاز في الدور الأول، الأهلي فاز في كأس مصر، بيأكد تفوقه على الفريق. بيراميدز عنده لعيبة كبيرة، عنده لعيبة خبرة كبيرة جدا، وهو ما زال في منافسة على الدوري. النقاط متقاربة جدا بين الأهلي وبين بيراميدز والزمالك، وبالتالي هو محتاج يدخل في المنافسه بشكل كبير على الدوري، خاصه ان هو كمان فقد فرصته في لعب دوري ابطال افريقيا، لان هو
خلاص الاتحاد الكره حدد الفرق اللي هتلعب دوري ابطال افريقيا وهتلعب في الكونفدراليه، بيراميدز في الكونفدراليه، وبالتالي هو المنافسه على المركز الثاني مش حاجه مهمه بالنسبه له خلاص، لان الامور اتحددت، وبالتالي هو اذا حب ينافس لازم ينافس على اول الدوري، على بطل الدوري فقط، وبالتالي ده دافع كبير جدا ليهم ان هم يفوزوا النهارده وياكدوا ان هم موجودين ويعوضوا كمان خسارتهم المباراتين اللي فاتوا امام الاهلي. الناقد الرياضي الاستاذ محمد البرمي، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلصنا اخبارنا الرياضيه، وفي استكمال الاخبار الرياضيه كمان مع شاذلي وباسانت، اليكم. كل الشكر ليكي طبعا يا ليندا، لسه مكملين كلامنا عن الرياضه زي ما انت قلتي، وامبارح تابعنا بكل فخر مباراة منتخبنا لكرة اليد مع منتخب الجزائر الشقيق اللي فزنا فيها فوز كبير جدا بنتيجة 34-19، وقدر منتخبنا بعد هذه النتيجة أنه يصعد لنهائيات كأس العالم يناير 2023. قراءة في مشوار منتخب مصر في هذه البطولة هيكلمنا عنه ضيفنا الأستاذ علاء السيد الناقد الرياضي وخبير كرة اليد اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بصحة وسلامة يا فندم. إزاي شفت مباراة امبارح وأنا يعني جديد في متابعة مباراة كرة اليد، لكني كنت شايفه ماتش سهل شوية بالنسبة للمنتخب. قبل ما أحب أقول على ماتش امبارح، بقول منتخبنا في حالة فنية رائعة. بقاله فترة بقالنا 3 سنين منتخبنا الأول بيتبني بشكل جيد، أجيال بتركب مع بعض، عندنا جيلين وراه اللي هم حققوا برونز الشباب وكأس العالم للناشئين، استكمالا لمنتخب فيه خبرات كبيره، لعيبه محترفين في الدوري الاوروبي باكبر انديه اوروبا، بالاضافه لخبرات كبيره زي احمد الاحمر والخبرات المحليه. التوليفه دي مع وجود مدربين عالميين زي ما قلنا كان ديفيد ديفيز وباروندو، عملوا الشكل الامثل لمنتخبنا. منتخبنا في حته تانية. افريقيا بالنسبه لنا زي ما بيقولوا لازم يعني واجب بتاديه علشان توصل للمرحله اللي بعديها. منتخب مصر امبارح مباراة يمكن احسن مباراه عملها قدها امبارح في البطوله دي، ودخل بشكل جيد، وخصوصا ان في بعض اللاعبين كانوا محتاجين يثبتوا نفسهم شويه او يسخنوا بشكل افضل شويه قبل مباراه تونس. مباراه تونس النهارده ان شاء الله هتكون نهائي مبكر. منتخبنا امبارح ادى اداء طيب جدا، خصوصا حراسه المرمى، واللاعبين كلهم بشكل عام ادوا اداء طيب. امبارح حسن قداح عمل ماتش طيب جدا و كسر العمل يعني الافتتاحيه بتاعه المباراه بشكل جيد جدا، وده طبعا اداله احسن لاعب امبارح. طيب خلينا نتكلم اكتر عن مباراه امبارح وشفتها ازاي، وتحليلك اكتر مين اللعيبه اللي محتاجين لسه نشتغل عليهم. احنا عندنا لعيبه في المنتخب الحقيقه يشرفوا، يعني بيلعبوا في انديه كبيره جدا، برشلونه، بنتكلم تشيلسي، بنتكلم انه زي ما انت قلت يعني هم بقالهم 3 سنين شايفين نضوج كبير قوي في المباريات حتى مع الدنمارك قبل كده، فاحنا عندنا منتخب جامد. شفت امبارح المباراه زي ما انت بتقول يمكن كانت سهله شويه، لكن احنا بنتكلم برضو على منتخب الجزائر، وان كان منتخب مصر اقوى شويه، ايه الحاجات اللي عندنا كان امبارح محتاجين لسه نشتغل عليها عشان النهارده واحنا بنلعب نبقى لا هو منتخبنا تمام. زي ما حضرتك قلت كده في حته ثانيه. تاني عاوز اقول منتخب مصر انا يعني افريقيا بالنسبه له تحصيل حاصل، هو في حته ثانيه. منتخب مصر ان شاء الله امبارح زي ما قلت ادى اداء جيد جدا، توازن كبير دفاعي وهجومي. طبعا بحب اشيد هنا بابراهيم المصري. ابراهيم المصري على فكره المدافع الاول لمنتخب مصر، يعني من افضل مدافعين العالم. يمكن ان تصريحات المدربين بتاع الجزائر وتونس بتقول ان احنا بعيد شويه عن منتخب مصر، وبيحاولوا يعني يحضروا لاعبتهم وجماهيرهم لان منتخب مصر يعني متفوق عليهم. النهارده بس المباراه فعليا يعتبر نهائي مبكر، لان الفريق التونسي فريق تقليدي عنده خبرات عاليه جدا. سعدت جدا امبارح بمستوى حراسه المرمى، هنداوي رجع بشكل جيد، محمد علي امبارح عمل مباراه رائعه، اللاعبين كلهم اختبروا نفسهم امبارح، بيحضروا نفسهم لمباراه النهارده. كره اليد
من الالعاب اللي ممكن تلعب يومين متتاليين. وان كان يعني احنا بفتره اخيره ما يكونش اجهاد مثلا على اللعيبه. هو طبعا اجهاد بكل حال من الاحوال، لكن ضغط البطوله، لان البطوله بتلعب لمده اسبوع واحد بس من 11 لغايه 18، فلازم يلعبوا مباريات المجموعه. لعبوا هم لغايه دلوقتي المنتخب مصر 3 مباريات وناقصنا مباراتين سيمي فاينل، وان شاء الله الفاينل بعد بكره. منتخب مصر متحضر بدنيا بشكل جيد، محترفين عارفين يحافظوا على نفسهم ازاي، يقدروا يوفروا بعض المجهود في المباريات اللي هي الاقل شويه عشان يقدر يطلع ان شاء الله النهارده الشكل الجيد اللي احنا منتظرينه ان شاء الله. عظيم. الفرق في النتيجه كان فرق كبير، يعني 34 19 فرق كبير، ومع ذلك هو الفرق بادئ من الاول والفرق كان عمال يتسع ما بين مصر والجزائر، وعلى الرغم من ده اللعيبه كانت مصممه ومصره لحد اخر دقائق ان هي تزود السكور. امبارح منتخب مصر يعتبر يعني اقل مجهود برضه زي ما حضرتك قلت، عملوا ريكورد، يعني عملوا رقم قياسي في 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 عدد الفرق الاهداف بيننا ومباراه الجزائر. مباراه الجزائر بالنسبه لنا ما كانتش كده خالص، بيبقى فيه فرق 4-5 اهداف ماكسيمم. امبارح الفرق 15 هدف، ده رقم كبير جدا في مباراه رسميه، فطبعا يعتبر ريكورد بالنسبه لنا. مصر في تاريخ مواجهتها كسبت 13 مره الجزائر قصاد 10 مره الجزائر، انا بتكلم في بطوله افريقيا. 16 تاهل متوالي لمنتخبات منتخب مصر الاول للرجال لبطوله العالم، طبعا ده ريكورد على فكره، في 3 دول في العالم بس من ساعه ما دخلوا بطوله العالم اللي هي فرنسا والسويد ومصر، هم دول 3 دول فقط اللي بتاهل مباشر الفتره الاخيره من سنه 93 لغايه النهارده. الفرق كلها بتطلع كاس عالم وتخش، لكن مصر من ضمن الثلاث فرق الوحيدة على مستوى العالم اللي بتأهل بشكل متوالي لكاس العالم على مدار 16 سنه. من انا بتكلم 16 بطوله متتاليه متتالي. فطبعا ده ريكورد من سنه 93، احنا بنتكلم قريب من 30 سنه. فطبعا يعني منتخب مصر عامل امبارح مباراه امبارح ريكورد كبير جدا لمصر. ان شاء الله رب العالمين مباراه تونس النهارده تدينا فرصه ان احنا ناخد اللقب الثامن ان شاء الله. ثقتنا كبيره جدا في لعبتنا، زي ما قلنا تحضيرهم بدا من 3-4 سنين، والناس يعني على فكره هم اجيال كتيره واشتغل فيهم اتحادات كتيره من ايام الدكتور حسن مصطفى، الكابتن هادي فهمي، الدكتور خالد حموده، الباشمهندس هشام نصر، هم دي الناس اللي عملوا يعني بصمه وخلوا كره اليد بالوضع اللي هي فيه، وخصوصا الفتره الاخيره ان احنا يعني قدرنا نعمل توليفه اللاعبين دي اللي عامله ارقام قياسيه على مستوى العالم. خلينا نتكلم كمان على المدرب اللي في الحقيقه عنده تكنيك مميز، يعني احنا شفنا علي زينو المصري في خط الدفاع في الشوط الاول عاملين شوط حلو قوي، وهو شايف في ضغط شويه على علي زين فريحهم ونزل بدلهم وليد قداح والدرع، ف شايف قد ايه التكنيك ده مهم، يعني انه المدرب يبقى صاحي للمباراه كده في كل الوقت. امبارح طبعا لو الناس لاحظت هتلاقي فيه ربع ساعه بتشكيل وربع ساعه بتشكيل تاني، يعني المدرب بيعمل بنسميه احنا الروتيشن او الدوران ما بين اللعيبه، يوزع الجهد على كل اللاعبين. امبارح المنظر امبارح طبعا بيقول ان مصر عندها بنش قوي جدا، يعني الفريق اللي عنده بنش قوي ويقدر يعمل روتيشن ويقدر يوصل لاقصى مدى في البطوله هو ده الفريق اللي يكسب. باروندو وقبليه ديفيد ديفيز، مدرسه اسبانيه خاصه، يعني زي ما بقول كده الفريق المصري لقى نفسه في وسط المدرسه دي وبيبدع فيها. وطبعا انا مش بتكلم على مستوى افريقيا بس، على مستوى العالم كله فريقنا عامل مستويات رائعه للسنتين ثلاثه الاخرانيين على مستوى الرجال والشباب والناشئين. المدرسه دي صراحه يعني كانت مناسبه جدا للمنتخب المصري، وطبعا زي ما الناس كلها شافت كده النتائج رائعه بتقول ان احنا يعني اختيارنا سليم، وان شاء الله رب العالمين اللي جاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله. من المشاهد الجميله اللي كانت في مباراه امبارح هي الجماهير وهتافات الجماهير، وحضرتك طبعا لاعب وقائد للمنتخب واكيد خدت بالك من الزياده في الفتره الاخيره في اعداد الجماهير واعداد الناس اللي بتتابع كره اليد. هل فعلا في فرق كبير وازاي الجماهير كمان بتقدر تحمس اللعيبه في الملعب؟ امبارح انا شفت حتى اطفال كانوا راسمين اللاعبين على ورق وطالبين منهم يتصوروا معاهم، كان حاجه رائعه. واللي طالب الجماهير الجماهير اصلا يعني هي يعني احنا بنعمل مدرجات عشان الناس تيجي تتفرج. اللاعبين حماسهم وبيتفجر طاقتهم علشان يعني يوروا الناس اللي اقصد ان اللعبه دي يوم بعد يوم اصبحت لعبه جماهيريه. طبعا يعني انا عايز اقول احنا كاس عالم ال 2021 يتنظم في مصر، حصل انشاء لثلاث صالات عالميه وتجديد للصاله الرئيسيه بتاعتنا.
المنشآت دي كلها معمولة للناس تخش تتفرج وتتمتع. المناخ والبيئة اللي بيلعب فيها اللاعبين ووجود الجمهور والأجواء هي اللي بتحمس اللعيبة، بتفجر طاقات كبيرة جدا. امبارح طبعا الصالة رائعة يعني صراحة، يعني أنا سعيد جدا بأن الصالة دي يعني وشها حلو علينا دايما. كانت افتحها في كاس عالم 21، وامبارح ان شاء الله يعني المنظر امبارح كان يفرح الناس كلها، جايه راحت تنبسط يعني موضوع تحس ان الموضوع سليمائي، منظر وصاله والتشات التلفزيون كبيره. احنا في الحقيقه مبسوطين قوي من اداء المنتخب، وعايزين نعرف اكتر عنه هيعمل ايه مع تونس النهارده. يعني منتخب تونس امبارح لعب شوط اضافي، شوطين اضافيين لعب الكونغو، فهل ده ممكن يكون عامل شويه ارهاق على لعيبه تونس خلينا نقول، فنتوقع ان النهارده ما يكونوش في الفورمه قوي؟ طبعا فريق تونسي امبارح باللفظ الدارج في الرياضه كده اتخطف امبارح في المباراه، وفضل متعلق لغايه اخر وقت، لغايه ما اتعادل في الوقت الاصلي وعمل اكسترا تايم مرتين لغايه ما كسب. الفريق التونسي امبارح طبعا كان مفاجاه الفريق الكونغولي امبارح كبيره عليه، وزي ما بيقول استنزف من الطاقه بتاعته. طبعا الفريق المصري هيخش النهارده بحاله افضل شويه بدنيا، لان الفريق التونسي زي ما قلنا كده لعب اكتر شويه، الموضوع بس مش لعب اكتر، لعب يعني حصل له استنفار لطاقه يعني مش محسوبه. الفريق المصري طبعا زي ما قلنا كده فريق كبير وعنده بنش قوي جدا، وحصل روتيشن امبارح، يعني لعيبه امبارح كلها يعني شافت الملعب، مفيش لاعب امبارح لعب ال 60 دقيقه خالص، اقصى لاعب لعب 20 دقيقه امبارح ماكسيموم يعني. صحيح. فطبعا لعبتنا يعني نظريا اكثر يعني حاله بدنيه جاهزية. افضل للمباراه، لكن طبعا المباراه مش مباراه طبعا تونس ومصر. تونس على فكره هي اكثر دوله في افريقيا حصلت على بطولات افريقيا 10 مرات قصاد 7 مرات للمنتخب المصري. تونس منتخب تقليدي رائع، وان كان البطوله دي عامل شويه تجديدات، لكن دايما بيبقى منافس قوي جدا للمنتخب المصري. عظيم. طيب خلينا نتكلم عن طريقه اللعب واللي مختلفه ما بين تونس والجزائر. يعني احنا شفنا الجزائر بيلعبوا في النص، انما تونس بتلعب على الاجنحه وده هيفتح الملعب اكتر. تونس كمان بتلعب ضغط متقدم فده هيضغط علينا اكتر. فازاي شايف المباراه هتكون عامله ازاي النهارده، وهل باروندو عامل حساب حاجه زي دي كويس؟ انا عاوز اقول ان احنا تونس كانت في افضل حالاتها يمكن من سنتين، ومنتخب مصر عمل عليهم مباراه قويه جدا واحنا في تونس، ونفس الجيل بتاعنا احنا فطبعا احنا حافظين جيلهم، وان كان الفريق التونسي يعني اقل وطأ شويه من قبل كده، لكن اخطر لانه اكتر شبابا واكتر جريا زي ما انت قلت كده، بيلعب على الاجنحه. فريقنا حافظ ومحضر كويس جدا للفريق التونسي. احنا يمكن في دوره البحر المتوسط من حوالي 10 ايام لعبنا الفريق التونسي وتفوقنا عليه بفرق 5 اهداف. اعتقد ان ماتش النهارده لا يحتمل القسم على 2، فريقنا نازل مركز وما فيش ان شاء الله فرصه لاي مفاجات. الدفاع القوي بتاعنا وخصوصا في نص الملعب، حراسه المرمى ان شاء الله رب العالمين هيكون ليها تاثير كبير. اهم حاجه فريقنا ما يبقاش متعصب، نازل بثقه اللي هي يعني مش محتاج يستدعي من حته، ولازم يتماسك خبرة لحد الاخر كمان، عشان برضو احنا عندنا مشكله كده صغيره يمكن لما بتكون الفروق قريبه ما بيننا وما بين المنتخب اللي من قبله، زي ما حصل مثلا في دوره العاب الواحد المتوسط مع اسبانيا كان الفرق نقطه. يمكن يعني هي هفوه شويه في البحر المتوسط. طبعا انا عاوز اقول ان المنتخبات اللي هي بتبقاش يعني مرشحه بقوه بيبقاش عليها ضغط. فريق تونسي برضو النهارده ما عندوش ضغط كبير، لانه مجموعه يعني من الشباب اللي طموح جدا عاوز يلعب مع منتخب مصر باي شكل من الاشكال، وفيهم بعض طبعا اللعيبه المحترفين الرائعين درمول وجاب الله وحراسه المرمى، عندهم لعيبه محترفين جيدين جدا وعندهم طموح ان هو يعمل النهارده شو على مع منتخب مصر، يعمل شكل كويس، فما عندوش ضغط. احنا الضغط دايما بيبقى على اللاعب او الفريق اللي هو حريص انه يكسب او اللي عليه الرهان. لكن طبعا فريقنا فيه خبرات كبيره جدا ومتعودين طبعا. احنا بنتكلم على الناشئين اللي خدوا بطوله العالم، انضموا للفريق الاول من سنتين، غير طبعا اللعيبه القدام اللي هم زي ما انت قلت عواميد. طيب بتفتكر جارسيا هيعمل ايه؟ يعني هيبتدي بمين النهارده؟ هل هيبتدي بكريم هنداوي اللي في الحقيقه عمل امبارح مباراه حلوه قوي، صد حوالي 55% من كل الاجوال اللي اتشطت عليه يعني، وده رقم كبير. فتفتكر هيعمل ايه جارسيا النهارده؟ تقليديا المفروض يبدا بكريم، تقليديا يبدا بكريم هنداوي، لكن اعتقد هو بيحضر الاثنين، كريم ومحمد علي اللي انا شايفهم الاثنين موجودين دلوقتي،
وعلى فكره عصام مش بعيد خالص، عصام الطيار محترف في احد اكبر دوريات العالم، لايبزيج اللي بيحتل المركز السابع في الدوري الالماني، الدوري الالماني ده زي بطوله عالم يعني، فالطيار محترف هناك وحاله رائعه برضو، لكن يمكن البطوله زي ما قلت كده لما العب مع فرق اقل شويه ببقاش تركيزي عالي. لكن هنداوي محمد علي ان شاء الله يعني ثقتنا فيهم كبيره جدا زي ما قلنا، والدفاع بتاعنا المصري وعلي زين وقداح ودرع ويحيى طبعا دول يعني عملتنا في النص اللي هتدافع بشكل جيد. يبدا بيهم طيب؟ او غالبا هيبدا بيهم ان شاء الله النهارده هيبدا بيهم بشكل اساسي. وهيدورهم الفكره هيحصل تدوير يعني هيحصل تدوير لان ما نقدرش نلعب المباراه كلها بنفس المجموعه طبعا. انا بتكلم عن ضغط البدايات بس. ضغط البدايه طبعا عندنا خبرات كبيره زي سند وبكار في الوينجين، وعندنا ممدوح في الدايره، واحمد عادل الرائع الدايره الجديد اللي هو الناس كلها مش عارفه بيلعب باي طريقه لانه يعني دايره بيلعب بايده الشمال، ودي حاجه نادره جدا في لعيبه العالم كلها. سند خف من الاصابه، هداف الدوري الفرنسي ولا لسه؟ هو سند خف، وامبارح طبعا كان ايه الماتش ما كانش محتاج سند قوي امبارح يعني وما كانش محتاج منه يعني النهارده هو سند مركز، وان شاء الله رب العالمين النهارده يعني يخش في وسط المجموعه بتاعتنا. على فكره امبارح الماتش امبارح كان يعني مفتوح من نص الملعب اكتر من جنب كتير، عشان كده ما ظهرش ان النجوم بتاعتنا امبارح يعني عملت شغل كتير، لكن الملعب كان مفتوح خالص في وسط الملعب، واستغلوا طبعا القداح وعلي زين والدرع والفراوده بتاعتنا امبارح. طيب زي ما قلنا ان المنتخب بتاعنا هو عباره عن ميكس جيل جديد، او زي ما حضرتك قلت ثلاث اجيال كمان. تمام. ازاي الاجيال الصغيره تقدر تستفيد من الاجيال الكبيره الموجوده اللي على راسهم طبعا دلوقتي كابتن احمد الاحمر، وبشكل عام الخامه دي من اللعيبه عامله ازاي؟ هم اوريدي حصل الميكس وبقى لنا سنتين في الميكس ده، اللعيبه انا قلت في 2020 دخلوا في بعض من بقى لهم سنتين ولعبوا كاس عالم ولعبوا اولمبيات وبيلعبوا افريقيا، فالموضوع بقى خلاص. وطبعا وجود المدرب مستقر وبشكل ثابت ونفس الافكار الفنيه، فطبعا كل ده بيدي استقرار وبيدي اندماج كبير للعبتنا، ناس حافظين المدرب والمدرب حافظ اللعيبه. ويمكن برضه احب اوضح ان باروندو دايما في البطولات بيخبي التشكيل بتاعه في الماتشات الاساسيه، يعني احنا كل الماتشات اللي فاتت دي كلها كان عمال يعمل ميكس ما بين ما تعرفش مين اساسي ومين مش مين اساسي، ومش بيخير بغير مجموعه بمجموعه ثانيه بشكل ثابت، لا كل مره يعمل تشكيل جديد خصوصا في الخط الخلفي. فطبعا ده بيحير اي مدرب، لكن النهارده الشكل الحقيقي لمنتخبنا هيبان، وهيبان ان شاء الله اللعيبه الاساسيه اللي هتلعب والناس اللي هتعمل روتيشن معاها. لا بس يعني احمد الاحمر انت بتتكلم على 37 سنه يعني خبره كبيره في كره اليد، فازاي ممكن جارسيا باروندو يستغل الاحمر؟ احمد الاحمر مستغل بقاله اكتر من 20 سنه في منتخب. احمد الاحمر انا حضرته وهو عنده 18 سنه لما دخل منتخب مصر الاول سنه 2003. يعني الباروندو واحمد الاحمر في علاقه خاصه بينهم، لان الاثنين بيلعبوا بايديهم الشمال، لعيبه في نفس الستايل ونفس طريقه اللعب. احمد الاحمر بنستفيد منه في حالته الفنيه الرائعه. احمد الاحمر يعني انا مش رياضي عادي، احمد الاحمر يعني بالنسبه لنا احنا في كره اليد رمز صحيح. والناس كلها هو حابب الجمهور كله في كره اليد نفسها، مش فقط بس عشان اللعب، بس طبعا احمد الاحمر قيمه اخلاقيه رائعه والناس كلها بتحبه كده. عظيم. الحمد لله صعدنا لنهائيات كاس العالم، لانه اول خمس فرق في هذه البطوله سيصعدوا لهذه النهائيات، وان شاء الله نفوز بهذه البطوله ونقلل الفرق ما بيننا وما بين تونس. تونس 10 القاب، ان شاء الله احنا كمان نوصل لعدد الالقاب يكون 8 القاب. كل التوفيق لمنتخبنا. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا الاستاذ علاء السيد الناقد الرياضي وخبير كره اليد، شكرا جزيلا ليك. شكرا يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل، خليكم معانا. مرحبا
نرحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة جدة، واللي هتجمع قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذا مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. تفاصيل أكثر عن قمة جدة للأمن والتنمية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها، معنا في الاستوديو الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام، اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك أستاذ بسنت. صباح الخير دكتور. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. يعني من أكثر من شهرين فاتوا كان في كلام عن زيارة الرئيس جو بايدن الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، يعني شايف إزاي زيارة الرئيس الأمريكي بالفعل بعد ما تحققت وحدثت للمنطقة، وما أبرز وأهم أهدافها في وجهة نظرك؟ يعني في الواقع إذا وضعنا عنوان لهذه الزيارة للرئيس الأمريكي، هي تأتي في سياق عنوان الرئيسي، وهو تعزيز أو ترميم العلاقات العربية الأمريكية، لأن بالفعل هناك شراكات تقليدية، شراكات قديمة قوية بين أمريكا وبين دول المنطقة على رأسها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، هي بتعكس أن هناك مصالح مشتركة بين الجانبين، هناك تشابك في العلاقات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي والأمني والعسكري، هناك أيضا تحديات مشتركة، وبالتالي التنسيق المستمر بين أمريكا كقوة كبرى في النظام الدولي وبين الدول العربية الإقليمية البارزة مثل مصر والسعودية والإمارات وغيرها تمثل محور ارتكاز مهم في مواجهة التحديات في ظل يعني تحولات مهمة تشهدها النظام الدولي، لدى هناك تداعيات مهمة للأزمات العالمية ومن بالطبع منها على منطقة الشرق الأوسط، والعالم كله تأثر، وبالتالي هذه الرئيس الأمريكي جاء للمنطقة أولا لها دلالات. الدلالة الأولى أنه تأكيد لأهمية ومحورية منطقة الشرق الأوسط فيما يعرف به النظام الدولي الجديد الذي يتشكل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والذي انعكس فيه ملفات مهمة مثل أمن الطاقة، أمن الغذاء، أيضا في التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. أيضا هو تأكيد على أهمية ومحورية دول مركزية مثل مصر والسعودية وأهمية التنسيق معها، خاصة أن العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام يعني شهدت حالة من ربما التباعد أو الفتور خلال العام والنصف الماضية منذ وصول الرئيس بايدن، يعني بسبب أن يعني الإدارة الأمريكية انسحبت جزئيا وليس كليا من المنطقة لتركز على مناطق أخرى، الصين وروسيا. هناك أيضا كان هناك بعض التوظيف لبعض القضايا والملفات بما يتعارض حتى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وبما يعني يتناسب مع دور أمريكي كدور مهم في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي هذه الزيارة تعني ارتداد أو استدارة أو تحول عن السياسات السابقة، وإعادة مرة أخرى مركزية الشرق الأوسط كمنطقة مهمة في أجندة السياسة الأمريكية، حتى كما أشار الرئيس بايدن إلى أن أمريكا كانت يعني انسحابها الجزئي ترك فراغ، حاولت قوة أخرى ملأه مثل الصين روسيا، وبالتالي العودة هنا هدف. الهدف الثاني هو التنسيق مع القوى المهمة البارزة مثل مصر والسعودية. احنا بنتابع دلوقتي مع حضرتك يا دكتور أحمد لقطات مباشرة من جدة لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة، في استقباله طبعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحضور هذه القمة، القمة الخليجية التي يشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن، ورئيس الوزراء العراقي أيضا مشارك في هذه القمة بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد عام ونصف من تنصيبه. وهنا نتساءل يا دكتور أحمد، البعض يرى بأن هذه الزيارة قد تبدو متأخرة بعض الشيء، ولكن يمكن في توضيح حضرتك دلوقتي أنت بتتكلم بتقول أنه نتيجة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية عن الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، أرادت استعادة التوازن مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الصراعات الحالية التي حدثت والتطورات التي حدثت التطورات العالمية.
بالطبع هي زيارة مهمة، لكن دعني نقول أو نشير نقطة مهمة. يعني كنا شاهدنا خلال الأسابيع الماضية حركة مكثفة عربية قادتها مصر والرئيس السيسي فيما يعرف بدبلوماسية القمم العربية. يعني رأينا عدد من القمم، زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، زيارة رئيس دولة قطر الأمير تميم لمصر أيضا، كان هناك زيارة قمة المصرية العمانية أيضا مهمة. كل هذا يعني عكس أهمية والتنسيق العربي لبلورة موقف عربي وموحد للتعامل مع هذه القمة والتحضير لها جيدا. بمعنى آخر أن اليوم القمة هي نتاج أو ترجمة لهذا التنسيق العربي الذي قامت به مصر في بلورة المواقف لتحديد مطالب كل طرف من الطرف الآخر. يعني ماذا يريد العرب الدول العربية من الرئيس بايدن اليوم، وماذا يريد الرئيس بايدن من الدول العربية اليوم. أعتقد أن هذا التنسيق العربي والقمم العربية التي قادتها مصر كان لها عمل مهم، لأن أولا جعل الدول العربية والمنطقة. إذن يعني كما نشاهد الآن على الهواء مباشرة حديث جانبي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة للأمن والتنمية التي شارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن ورئيس الوزراء العراقي وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول زيارة لي إلى الشرق الأوسط بعد عام ونصف من توليه المسؤولية. بدأ هذه الزيارة كما نعلم بفلسطين ومن ثم وصل إلى جدة لهذه القمة، كما شاهدنا أيضا الأمير محمد بن سلمان وهو يستقبل الوفد المصري الذي سافر مع رئيس عبد الفتاح السيسي لحضور فعاليات هذه القمة. من المتوقع أن تكون هناك قمة أيضا مصرية أمريكية بعد هذه القمة التي ستعقد في جدة، ويشارك فيها زي ما قلت لحضراتكم مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وكذلك العراق. حديث جانبية تجمع رئيس عبد الفتاح السيسي الآن مع سمو الأمير محمد بن سلمان. طيب يعني عايزين نعرف من حضرتك ما الذي تأمله الولايات المتحدة من الدول العربية في ظل الأزمة، خلينا نقول أزمة الطاقة، وكان على رأس أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمن أو أمن الطاقة من هذه الزيارة؟ يعني في الواقع أن أمن الطاقة العالمي أحد أبرز أهداف هذه الزيارة في ظل يعني مركزية أيضا وأهمية دول الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية والدول المنتجة للنفط، خاصة أن السعودية كانت دائما ما يسمى عامل ضابط توازن لاقتصاد الطاقة أو أمن الطاقة العالمي لتوازن سوق النفط العالمية. رأينا في حروب كثيرة وفي أزمات كثيرة لأن السعودية تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والدول البارزة في منظمة أوبك. وأعتقد أن كان أحد تداعيات أو يعني الأزمة الأوكرانية الروسية هو ارتفاع أسعار الطاقة عالميا حتى في أمريكا وارتفاع معدلات التضخم، كل هذا دفع أمريكا إلى التشاور والتنسيق والتعاون مع المملكة العربية السعودية لضبط أمن الطاقة. وأعتقد أمس في البيان المشترك يعني بين السعودية وبين أمريكا في عقاب القمة أو المحادثات التي أجراها الرئيس بايدن مع الملك سلمان ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن تعاون البلدين في أمن الطاقة في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، أعتقد أن هذا أحد أهم هذه الأهداف. لكن في اعتقادي أن هناك جملة كثيرة من الأهداف التي يسعى الرئيس بايدن، ويعني ومنها بالطبع هي ترميم العلاقات العربية الأمريكية وتأكيد التنسيق مع الدول المركزية مثل مصر، لأن دولة مثل مصر لديها محورية ولا يمكن أبدا الحديث عن أهداف أو أمريكا تحقق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط دون أن تنسق مع مصر مع السعودية مع هذه الدول، لأن الشرق الأوسط الآن أصبح يعتبر هو الرقم مهم في المعادلات الدولية. هناك الآن صراع استراتيجي أكبر بين أمريكا من ناحية وروسيا والصين، وبالتالي هنا المنطقة تبنت منهج الحياد الإيجابي، المنطقة لم أو الدول العربية لم تنحاز للطرف ضد الطرف الآخر، ولكن هي تعزز مصالحها بما توافق مع مصالح الشعوب العربية وأيضا بما يعز المصلحة العربية الكبرى، لأن الدول العربية لديها شراكات مع أمريكا مع أيضا مع الدول الأخرى، وهذا التنوع في الشراكات مهم جدا للمنطقة العربية. وهذا ما دفع الرئيس بايدن حقيقة إلى إعادة التركيز ومراجعة هذه السياسة الأمريكية السابقة وتصحيح الأخطاء والاهتمام مرة أخرى بالشرق الأوسط والاجتماع مع القادة البارزين في المنطقة على رسوم الرئيس السيسي وملك السعودية الملك سلمان. إذن ما زلنا نتابع مشاهدينا هذا اللقاء الجانبي ما بين والحديث الجانبي ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي للتو لحضور هذه القمة، قمة جدة للأمن والتنمية
التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإضافة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة أيضا إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي. مجموعة من الملفات ستكون حاضرة بقوة على أجندة هذه القمة، خاصة بعد عودة الولايات المتحدة الأمريكية للمشهد من جديد في الشرق الأوسط، بعد كما قال ضيفنا دكتور أحمد انسحاب واضح من الشرق الأوسط، لكنها تعود مرة أخرى نتيجة التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية. بالتأكيد القضية الفلسطينية ستكون على جدول أعمال هذه القمة. بكل تأكيد يا دكتور أحمد القضية الفلسطينية يعني تأخذ جانب كبير من المناقشات، خاصة أنه الرئيس الأمريكي زار فلسطين والتقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم التقى بعدها بقادة من إسرائيل، تفقد أيضا مستشفى في فلسطين وقال بأنه لابد أن يكون هناك دعم للقطاع الصحي والطبي في فلسطين يتجاوز المئة مليار أو مليون عفوا دولار تعهد بهم الرئيس الأمريكي جو بايدن. كيف تتوقع أن تكون شكل المناقشات في هذه القضية؟ يعني بس دعني استاذ شاذلي قبل الجبل هذا السؤال ان يعني ان نعلق على لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان، هو بيعكس الحميميه في العلاقات حقيقه، ويعكس اهميه ومحوريه التنسيق المصري السعودي دائما، لان هذا بيزيد من قوه الموقف العربي وقوه التفاوضيه. يعني عندما اجتمع العرب اليوم مع رئيس اكبر دوله في العالم مؤثره في النظام الدولي، هذا بيؤكد دائما على ان التنسيق او القاطره العربيه التي تقودها مصر والسعوديه والامارات تمثل عامل مهم بما يعظم المصالح العربية والمواقف العربية، وبما يعني يدعم أيضا القضية العربية، ومنها بالطبع كما أنت أشرت القضية الفلسطينية. أنا في اعتقادي أن الرئيس بايدن اليوم في قمته مع قادة الدول العربية وسيستمع لرسائل مهمة في إطار مكاشفة وإطار مصارحة ماذا يريده العرب، وأعتقد أن من أبرز هذه المطالب هو قضية القضية الفلسطينية، لأن مصر بتعتبر دائما أن هذه القضية هي القضية المركزية للعربي، أنها مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. طب هل هناك تفصيل هو لا يعرفها مثلا؟ حضرتك قلت أنه هيستمع إلى القادة العرب، هل هناك تفاصيل متعلقة بالقضية لا يعرفها الرئيس الأمريكي؟ لا أعتقد أنه سيكون هناك مطالبة بدور أمريكا أكثر فعالية. يعني بمعنى آخر أن الدور الأمريكي حتى الآن، وكما ظهر حتى في الزيارة خلال إسرائيل والأرض الفلسطينية، اقتصرت فقط على الجانب الإنساني والاقتصادي، بمعنى يعني تقديم مساعدات للأونروا للمستشفيات الفلسطينية في القدس، يعني الحديث عن يعني إعادة العلاقات مرة أخرى والتواصل مع السلطة الفلسطينية. لكن هناك قضية الرئيس بايدن قال أن حل الدولتين هو يعني لابد منه، هو الحل الوحيد للعيش بسلام وتحقيق السلام، لكنه في ذات الوقت قال أنه حلم بعيد المنال ولم يقدم حتى خريطة الطريق. وأعتقد أن الرسالة هي فكرة أن يكون الأمريكا أمريكا كراعي رسمي لعملية السلام، وهي القادرة على الضغط على الجانب الإسرائيلي. هي الفكرة هنا أن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ينطلق من حل القضية الفلسطينية وفق المرجعات الدولية المعروفة، دولة فلسطينية على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهذا هو السبيل الوحيد الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بما فيها مصالح إسرائيل، مصالح أمريكا، بالإضافة طبعا إلى المصالح العربية، كما أنه يساعد في تهيئة بيئة التعاون الإقليمي وبين الشعوب والتكامل. وأعتقد أن هذه هي رسالة مهمة، والعرب بالفعل قدموا هذه الرسالة مرات عديدة في قمة بيروت المبادرة العربية للسلام، ولذلك أعتقد أن هنا مصر دائما بتعتبر والرئيس السيسي أن هي القضية المركزية، وأن الرئيس بايدن عليه أن يترجم يعني خطابه في رغبته في حل الدولتين، الدولة الفلسطينية، بأن يكون هناك خطوات عملية يتم يعني في القريب العاجل استئناف عملية السلام والمفاوضات، باعتبار أن هذه القضايا ستحل بقطع المشكلات والقضايا في منطقة الشرق الأوسط. مزبوط. يعني وبالتالي هذه القمة هي قمة مهمة، هناك آراء مطالب عربية، وهذا سيساعد في ظل وحدة الموقف العربي، يعني التنسيق وهذا اللقاء بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان هو بيأتي في سياق الرؤية العربية التوافقية حول القضايا العربية، سواء فيما يتعلق بالملفات المهمة في سوريا، في اليمن، في ليبيا، القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالتهديدات الإقليمية والتي تهدد المنطقة، أو فيما يتعلق بالتحديات المختلفة. كل هذا حقيقة بيعكس دائما أن العالم العربي الآن أصبح رقم فاعل في تحولات النظام الدولي. يعني نشهد مرحلة مهمة، يعني من نظام أحاد القطبية إلى تعددية دولية. هذا الشرق الأوسط لم يعد كان في السابق مفعول به أو ساحة للتنافس، الآن هو الذي يقود المبادرة. طبعاً الآن الأوسط. يعني مستمرين كلام أكتر عن قمة جدة للأمن والتنمية، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضرتكم بعد الفاصل، خليكم معنا.
لسه مكملين مع حضراتكم كلامنا عن قمة جدة للأمن والتنمية اللي بيحضرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكنا بنتكلم مع الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام عن العلاقات الأمريكية العربية بشكل عام ورجوع الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى الشرق الأوسط. البعض يقول بأن هدف هذه الزيارة أو من ضمن أهدافها هو إنشاء نيتو دولي جديد، على الرغم من أن مصر ترفض هذا الأمر رفضا تاما، فكرة الدخول في حلف عسكري دولي، وأن في اتفاقية دفاع عربي مشترك ممكن مصر تعتمد عليها أو أي دولة تواجه أي مخاطر فالجيش المصري موجود. صحيح يا أستاذ شاذلي، لأن هذه الفكرة ليست جديدة، هي طرحت من قبل مرات عديدة وفي كل مرة تقابل برفض عربي ورفض مصري انطلاقا من أمرين. الأمر الأول أن الدول العربية قادرة على مواجهة التحديات بنفسها، يعني هناك تعاون عربي وتنسيق عربي وفكرة القوى العربية المشتركة، وهناك معاهدة دفاع عربي مشتركة، وأن الدول العربية والجيوش المصرية، جيش مصر من أقوى الجيوش العالمية، وأنها قادرة على مواجهة كل أشكال التحديات. والرئيس السيسي كما يعني ذكر مرارا أن أمن الخليج هو جزء من أمن القوم المصري، أنه خط أحمر، وبالتالي الدول العربية بإمكانيتها قادرة على مواجهة هذه التهديدات. الأمر الثاني أن الدول العربية منها مصر دائما يعني ترفض فكرة الاستقطابات والمحاور، لأنها بتؤدي إلى ارتفاع منسوب التوتر في المنطقة. يعني الشرق الأوسط ليس بحاجة إلى أزمات جديدة، هذه المنطقة عانت من ويلات ومن حروب ومن صراعات ومن إرهاب وأزمات داخلية أعقدتها عن التنمية، وبالتالي تسخين المنطقة أو إنشاء تحالفات عسكرية أو نشوب صراع مسلح جديد في المنطقة، هذا سيكون الذي سيدفع ثمنه بالأساس هو منطقة الشرق الأوسط. ولذلك هذه الفكرة أو أحد يعني كما طرحت الصحافة الأمريكية أنه أحد أهداف الزيارة إنشاء ناتو شرق أوسطي يضم دول عربية وبإضافة إلى دول إقليمية مثل إسرائيل لمواجهة تهديدات معينة، أعتقد أن دائما الموقف واضح، وأن دائما الدول العربية هي مع استقرار المنطقة، هي مع التعاون بين الدول المختلفة، هي مع تحقيق التنمية، وليست في حاجة إلى صراعات أو حروب أو هياكل أمنية جديدة. دكتور أحمد، هل اختلفت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط؟ احنا عندنا زيارات لرؤساء أمريكيين حوالي 8 زيارات سابقين إلى منطقة الشرق الأوسط، هل اختلفت السياسة؟ والاختلاف هنا على مستويين، الاختلاف الأول على مستوى أمريكا وعلى مستوى الشرق الأوسط. يعني هذه زيارات بايدن مختلفة عن سياساته السابقة. في العام ونصف كان هناك انسحاب من المنطقة، كان هناك من الفطور مع الدول العربية، كان هناك نوع من يعني عدم إدراك الشراكة الحقيقية والمصالح القوية اللي تربط أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط على العقود، يعني مع السعودية على سبيل المثال أكثر من 8 عقود، مع مصر منذ عام 79 أكثر من 5 عقود. والأمر الثاني الاختلاف على الشرق الأوسط، الشرق الأوسط هذه المرة مختلف، يعني الرئيس بايدن يأتي للمنطقة وهو شرق أوسط مختلف بالفعل. أولا دول المنطقة المركزية مصر السعودية الإمارات هي دول قوية اقتصاديا، دول قوية سياسيا، لديها توازن في العلاقات والشراكات مع القوى الكبرى في النظام الدولي، هناك تنوع، وهذا التنوع مهم جدا يعظم المصالح العربية. لم تعد أمريكا هي الفاعل المؤثر الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، مزبوط. هناك فاعلين آخرين، وهذا يستفيد منه المنطقة العربية، فكرة الاستفادة من كل أو التعاون مع كل القوى الكبرى اقتصاديا سياسيا استراتيجيا بما يعظم مصالح المنطقة، بما يعني يدفع ويدعم القضايا العربية، وبالتالي هذا الاختلاف مهم. وهنا أهمية هذه الزيارة، أمريكا تأتي للمنطقة وهي في حاجة لمنطقة الشرق الأوسط، يعني أكثر مما يحتاج الشرق الأوسط والمنطقة لأمريكا، لأن أمريكا الآن لديها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية، تحديات عالمية، لديها صراع استراتيجي كبير مع قوى كبرى مثل الصين ومثل وروسيا أيضا، وبالتالي المنطقة تمثل مهمة باعتبارها منطقة جيوسياسية، منطقة اقتصاديا مهمة في أمن الطاقة، في ملفات عديدة. وبالتالي أنا أتوقع يعني في البيان الختامي أو ما تنفع القمة هو التأكيد على شراكة وقوة العلاقات الأمريكية مع الدول العربية المركزية مثل مصر السعودية الإمارات، التعاون فيما بينهم تحقيق الاستقرار الإقليمي، لأن لا يمكن الحديث عن أي استقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم دون التنسيق والتعاون مع دول مثل مصر والسعودية. أعتقد أيضا أن الرئيس بايدن سيعود بانطباعات مختلفة في ظل سماعه للرؤى العربية والمواقف العربية بضرورة حل القضية الفلسطينية، بضرورة التعامل مع التحديات الأخرى، الإرهاب، أن يكون هناك شراكة حقيقية بين الجانبين. خليني أكلم مع حضرتك على تحديات أخرى، يمكن حابين نعرف لو هيتم التطرق لملف مهم هو ملف تهديدات إيران، يعني أمريكا وإيران على شفا أن يتوصلوا إلى اتفاق نووي، البعض يقول
البعض بيقول لا، فحابين نعرف من حضرتك لو هيتم التطرق لهذه التهديدات التي تمس الشرق الأوسط. يعني أنا في اعتقادي أن هناك تهديدات بالفعل من جانب قوى إقليمية مثل إيران، وهي تهديدات على عدة مستويات، ليس فقط السعي لامتلاك سلاح نووي أو برنامج نووي يؤدي لانتشار النووي في المنطقة، ولكن هناك أيضا يعني هناك بعض الجماعات التي تهدد الاستقرار في المنطقة، تهدد الدولة الوطنية، هناك إنشاء أنشطة مزعزعة للاستقرار. وأعتقد أن الدول العربية أكدت كثيرا أيضا أنه من المهم يكون هناك توقف عن هذه التدخلات الإقليمية في شؤون المنطقة، أن يكون هناك تعاون حتى على المستوى الاقتصادي لصالح شعوب المنطقة، وأن يكون هذا في التعاون والسلام، لأن الصراع والتوتر والحروب لن يفيد أي طرف. وبالتالي لكن الحديث عن يعني إقحام أو إدخال المنطقة العربية في أي مواجهة بين أمريكا وإيران طبعا ليس في المصلحة العربية، وأعتقد أنه أيضا يعني ابتعد تماما عن المواقف العربية، لأن الدول العربية دائما تميل لها بالسلام بالاستقرار مع القوى الكبرى مع القوى الإقليمية. والفكرة هنا أن كلما كان المنطقة مستقرة سياسيا وهناك يعني علاقات شراكة واحترام متبادل وعدم تدخل في الشؤون الداخلية، هذا سينعكس على التنمية في المنطقة لصالح كل الأطراف بكل تأكيد. وحضرتك بتتكلم عن رؤى الدول العربية اللي فيها توافق كبير خلال الفترة الماضية تجاه مختلف القضايا اللي موجودة على الساحة، في توافق كبير جدا ما بين الدول العربية، بالتأكيد ده بينعكس على القضايا وبينعكس كمان أثناء عقد قمة مثل هذه القمة. على هامش هذه القمة كمان يا دكتور أحمد هيكون في لقاءات وقمم ثنائية تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القادة الموجودين المشاركين في هذه القمة. صحيح، ويعني من أبرزهم اللقاء الثنائي مع الرئيس بايدن، وهذا بيعكس ايضا ادراك امريكا باهميه مصر كمنطقه كدوله مركزيه في منطقه الشرق الاوسط. ونحن نعرف ان العلاقات المصريه الامريكيه علاقات شراكه استراتيجيه بالفعل، يعني حتى في كل الفترات حتى التي اصابها بعد الفتور هناك تعاون مستمر على المستوى الاقتصادي على المستوى الامني على المستوى السياسي. مصر كقوه اقليميه، امريكا كقوه كبرى في النظام الدولي، من مصلحه البلدين استمرار وتعزيز هذا التعاون والتنسيق في مواجهه التحديات المختلفه، في مواجهه الارهاب، في التعاون في ملفات مثل الأزمة في ليبيا في سوريا، هناك مهم. وبالتالي هذه اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن أو مع عدد من الرؤساء العرب يتأتي في السياق دائما فكرة التنسيق العربي، لأن هذا التنسيق هو مستمر، يعني ما قبل القمة وبعد القمة وأثناء هذه القمة. يعني الرئيس السيسي قاد عدد من اللقاءات المهمة والقمة المهمة مع الدول العربية، القمة المصرية البحرينية الأردنية، زيارة العمان، استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر، وكل هذه وأيضا القمم التعاون الرباعي الثلاثي المصري العراقي الأردني، كلها بتعكس حقيقة أن مصر الآن تمثل يعني هي تقود فكرة التعاون العربي، فكرة وجود نظام عربي قوي، منطقة عربية مستقرة تسير على مسارين، مسار التعاون الاقتصادي والتنمية مع الدول العربية وشراكات مع الدول الكبرى ومنها أمريكا، بما يعزز من المصالح الداخلية والاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري. وهذه النقطة المهمة، لأن هذه الدبلوماسية في نهاية المطاف لها مردودات على الداخل، لأن العلاقات السياسية القوية ستنعكس على العلاقات الاقتصادية الجيدة، وبالتالي ينعكس على التنمية في الداخل، التكنولوجيا، مجالات مختلفة، الطاقة النظيفة، خاصة أن مع اقتراب قمة المناخ هناك تعاون مصري كبير، وأعتقد أنه سيحتل حيز من لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس بايدن. عظيم، كل شكر لك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن العربي بمركز الأهرام، شكرا جزيلا لك. شكرا فندم. شكرا كده مشاهدينا، تكون خلصت حلقتنا، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات، هنستناكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.